يلا بينا يا شباب. الاول بس السلام عليكم. النهارده ان شاء الله عايزين نعمل تشابتر 5. كل التشابترز اللي فاضله 5 6 7 8 بيسموهم المودرن فيزيكس، اهمهم تشابتر 5. اكتر نمر كتشابتر في الكل اللي فاضل هو تشابتر 5. عنوان تشابتر 5 ايه؟ ويف بارتكل ديواليتي. يعني ايه العنوان ده؟ هقول لك بس لما احكي لك عن كل التشابترز اللي فاضله. انترودكشن سريعه كده، اي علم حد اكتشفه قبل سنه 1900 بيسموه علم قديم، علم كلاسيك. اي علم اكتشفوه بعد سنه 1900 بيسموه ده العلم الحديث، العلم المودرن. السؤال بقى، ايه اللي حصل في السنه دي 1900 اللي خلاهم يقولوا قبليه يبقى قديم وبعديه يبقى جديد؟ ايه اللي حصل يعني في الوقت ده؟ في السنة دي اكتشفوا كلمة اتوم، كلمة الكترون، كلمة نيوكليوس، الحاجات اللي انت عارفها النهاردة دي اكتشفوها في 1900. فأي علم قبل كده بيسموه علم قديم. يعني لو حضرتك فاكر اولى ثانوي وتانية ثانوي وتالتة ثانوي بس الشابترز اللي في الاول، كل ده علم قديم، كل ده قبل 1900. يقولوا ان في كهرباء ماشيه جوه السلك. باشا الكهرباء عباره عن ايه؟ ما اعرفش، بندرس الحاجه ان جنرال كهرباء وخلاص. قبل سنه 1900 ولو تانية ثانوي نقول ان في نور طالع من اللمبه. باشا النور ده عباره عن ايه؟ ما اعرفش، نور طالع وخلاص. بعد 1900 بقى اكتشفوا كلمه الكترون، اكتشفوا ان الكهرباء اللي جوه السلك عباره عن الكترونز. بعد 1900 بقى اكتشفوا حاجة اسمها الفوتون. مين الفوتون ده؟ النور. مش من انت عيل صغير تسمع ان اللايت انرجي، اهو الانرجياية بتاعت النور اسمها فوتون. تخيل كده حنفية مية، في نقطة مية، اهي نقطة النور بيسموها فوتون. كل اللي انت بتقعد تدرسه في الشابترز اللي فاضلة 5 6 7 8 مش النهاردة بس، بتدرس كلمة الكترون، بتدرس كلمة فوتون، بتدرس المودرن الحاجات الحديثة بالتفصيل in details. لو هنتكلم على chapter 5 تحديدا، chapter 5 عنوانه اسمه wave particle duality. يعني ايه العنوان الغريب ده بقى؟ بندرس الالكترون وبندرس الفوتون في شكل wave. wave يعني موجة، زي الموجة بتاعت المية كده. الالكترون بيمشي في شكل wave، والفوتون النور بيمشي في شكل wave. وكلمة النور بيمشي في شكل ويف دي انتوا عارفينها وانتوا عيال صغيرين، لايت ويف. ده احنا كمان بندرس ان الالكترون والفوتون بارتكل. يعني ايه كلمة بارتكل؟ بتوع الفيزيكس اي حاجة ليها ماس وفيلوستي يسموها بارتكل، اي حاجة ليها وزن وسرعة يسموها بارتكل. كورة مثلا شطها برجلك، باشا مش الكورة دي ليها وزن والكورة دي اللي شطها بسرعة، خلاص سمي الكورة بارتكل. عربية ماشية ليها وزن وليها سرعة تسميها بارتكل. انت نفسك، انت نفسك ليك وزن، انت ليك سرعه، انت كمان اسميك بارتكل. فالالكترون زي الكوره ليه وزن وليه سرعه، نسمي الالكترون ده بارتكل. والمفاجاه بقى ان الفوتون النور ليه وزن وليه سرعه. ليه وزن دي مفاجاه بالنسبه لك المفروض، انت متخيل انا بقول ايه؟ حاول تخلي الكلام يعدي على مخك. النور اللي طالع من اللمبه ليه وزن. انا مش بتكلم على اللمبه، انا بتكلم على النور اللي طالع من اللمبه. انت فاهم ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت لو حضرتك بتشغل النجفة في بيتكو، النور لما يطلع يزقك. دي حركة ما تقلقش. بيزقك يعني ايه؟ يا باشا ليه وزن، يا باشا بيزق جسمك، وهفرجكم في اخر الشابتر على فيديو بيوضح الكلام ده. النور بيزق الحاجات. فخلاصة الكلام اللي بتدرسه في شابتر 5 هو ايه؟ ان الالكترون ويف وبارتكل بيتحرك في شكل موجة وشبه الكورة لوزن وسرعة، والنور كمان كده، النور ويف وكمان بارتكل. ده اللي هندرسه في تشابتر 5. خش بقى في اول معلومة في التشابتر. اول معلومة، الاسامي اللي قدامك راديو ويف، مايكرو ويف، انفرا ريد، فيزيبل، الترا فايلت، اكس ريز، جاما ريز، كل دول ده شكلهم، كلهم نفس الشكل، كلهم عبارة عن إلكترو ماجنتيك ويفز. الويف الحمراء دي كهربا طالعة نازلة،
الويف الزرقاء عامله زي التعبان كده على الارض يمين وشمال كده اهو، دي ماجنتيك مغناطيس. كل الاسامي اللي فوق دي عباره عن كهرباء ومغناطيس بيربنديكولار على بعض. ايه الفرق بينهم من بعض؟ الفرق بينهم فريكوينسي. لو مشيت مع السهم ده كده الفريكوينسي بتزيد، يعني الاسامي اللي في الاول دي عدد الويفز مش كتير، قليله فريكوينسي قليله، اما الاسامي اللي في الاخر دي فريكوينسي كبيره جدا. ومطلوب من حضرتك تحفظ الترتيب، وعشان تحفظ الترتيب سريعا كده اقول لك الويفز بتاعت الراديو دي ويفز حواليك في كل حته. لو حضرتك شغلت الراديو هتقدر تسمع المحطه دي حواليك في كل حته. السؤال بتاثر فيا كبني ادم ولا لا؟ الاجابه لا. لا ليه؟ عشان الفريكوانسي بتاعتها قليله، عدد الويفز قليل. عارف لما هوصل للاسامي اللي في الاخر دي هقول لك الاسامي دي خطر عليك جدا كبني ادم، هقول لك الاسامي دي عندها فريكوانسي كبيره جدا ممكن تضرك كبني ادم. بعد الراديو هي المايكروويفز، ودي تستخدم في الموبايل. الويفز اللي بتطلع من الموبايل وبتستقبلها اسمها مايكروويف، وبتستخدم كمان في الجهاز اللي بيسخن الاكل في البيت اسمه مايكروويفز. دي فريكوانسي اعلى من الراديو بس لسه مش خطر، لسه مش بتضرك كبني ادم. اللي بعدها هي الانفراريد، ولما تسمع كلمه انفراريد في المنهج تعني هيت، تعني حراره. والانفراريد دي ممكن تجي لك من الشمس، وعشان كده ساعات نقول ياف النهارده الدنيا حر قوي، اصل الشمس ممكن تكون بعتها لك انفراريد كبيره. والانفراريد كمان بتستخدم في ريموت التلفزيون او في ريموت التكييف. الويفز اللي بتطلع اللي احنا ما بنشوفهاش دي تبقى تبع الانفراريد. اللي بعد الانفراريد هي الفيزيبل، الالوان، النور. ومطلوب من حضرتك تحفظ ترتيب الالوان، ريد اورنج يلو جرين بلو انديجو فايلت، بغض النظر بلو باص مننا شويه. الترتيب ده ترتيب ايه؟ ترتيب فريكوانسي. يعني اللون الاحمر ده اقل فريكوانسي، اللون البنفسجي ده اعلى فريكوانسي. والالوان دي عشان تفتكرها، عارف الليزر اللي في ايديا لونه احمر، ايه السبب ان لونه احمر؟ عشان ده اقل فريكوانسي كالوان. يعني لو انا شاورت بالليزر الاحمر في عين حد مش مشكله، مش هيعمل حاجه. بس لو انا جبت لك ليزر بنفسجي وده اعلى فريكوانسي في كل الالوان، ومسكت الليزر اللي عنده فريكوانسي كبيره ده وشاورت في عين حد، انا ممكن اعمي الشخص ده. ليه؟ عنده فريكوانسي كبيره ممكن تضر البني ادم. وربنا خلقنا بنقدر نشوف الالوان دي، مع العلم ان كل الاسامي اللي فوق حتى الالوان ده شكلهم، بس احنا ربنا خلقنا بنشوف رينج معين من الالوان، رينج معين من الفريكوينسز. قبل كده بالنسبه لنا ما بنشوفوش، بعد كده كمان ما بيتشافوش، مع انه كلهم نفس الشكل بس احنا مش بنشوفه. الفرق بيبقى فريكوينسي. اللي بعد الفيزيبل هو الالترا فايلت. وقف هنا شويه. لو ترجمت الانفراريد بالعربي الاشعه تحت الحمراء، يعني قبل الاحمر عشان اول لون الاحمر. لو ترجمت الالترا فايلت بالعربي اشعه فوق البنفسجيه، يعني بعد الفايلت بعد البنفسجي. والالترا فايلت دي برضو بتجيلنا من عند الشمس، بس دي بقى مضرة. تخيل ان دي ممكن تعمي، تخيل ان دي ممكن تسبب كانسر في السكن. وعشان كده بيقولك لو هتتعرض للشمس كتير البس نظارة شمس تحمي عينك من الالترا فايلت، ادهن كريم صن بلوك كده عشان تحمي جلدك ما يجيلكش كانسر، لان الالترا فايلت عندها فريكونسي كبيرة ممكن تضرك. بعدها الاكس ريز، ودي خطر جدا، خطر جدا. ايوه يا جدعان دي خطر على البني ادم. خطر ازاي يا مستر؟ هو مش الاكس ريز دي اللي لما ايديا تتكسر او رجليا تتكسر بروح اعمل اشعه؟ دي خطر. خطر ازاي يا مستر؟ امال الدكتور بيعملها لي ليه؟ انت متخيل الاشعه دي بتعدي من جسمك، بتعدي من الجلد وترسم لك صوره العظم؟ مستر طب هم بيعملوا فينا كده ليه؟ السؤال، انت بتتعرض للاشعه دي وقت قد ايه في حياتك؟ ثانيه، هي ثانيه واحده بس. انت اتكسرت كام مره في حياتك ورحت عملت اشعه؟ 15 مرات، يعني 10 ثواني في حياتك كلها. فانت ستيل بتتعرض لها، بس وقت صغير جدا، فمش هتموتك. لكن اللي بعدها بقى الجاما ريز، دي اكتر خطوره. الجاما ريز دي ممكن تموت، دي ممكن تدمر الخلايا، فدي ما ينفعش البشر يتعرضوا لها. لما العلماء عرفوا ان الجاما ريز دي ممكن تدمر الخلايا قال لك نستخدمها علاج.
علاج ايه يا عم انت اهبل، بقول لك بتدمر الخلايا. قال لك ايوه، هو مش في خلايا سرطانيه؟ مش في ممكن يكون في كانسر سيلز في جسم الانسان اسلط عليه جاما ريز؟ اللي لو سمعت حد يروح يعمل اشعاعات، يعمل راديشنز اشعاع، بيسلطوا عليه جاما ريز تدمر الخلايا السرطانيه عشان عندها اعلى فريكوينسي. كل اللي انا كنت بقوله ده هدف وبس، تفتكر الترتيب. وتعالى بقى نخش في القوانين. اول قانون عندنا بقى في ايكوال لامدا في نيو، فيلوستي ايكوال ويف لينث في فريكوينسي. ومعلش يا جدعان احنا اسفين، حرف الفريكوينسي في تشابتر 3 وتشابتر 4 اسمه اف، حرف الفريكوينسي في تشابتر 5 وتشابتر 6 اسمه نيو. فمعلش يا جماعه احنا اسفين، هو نفس المنهج بس مستخدمين حرفين، مره اف ومره نيو. ده الحرف بتاع الفريكوينسي النيو، ده الحرف بتاع اللامدا ويفلنث. ويا مستر الويفلنث ده كمان، الويفلنث ده طول الويف، يعني من هنا لهنا ده الويفلنث، طول الويف من هنا لهنا ده الويفلنث طول الويف. عارف الويفز اللي هنا دي ويفز طويلة كبيرة بس الفريكوينسي صغيرة، عدد الويفز قليل. عارف الويفز اللي هنا ويف قصيرة، ويف لانث طول الويف قصيرة بس فريكوينسي كبيرة. دايما بنقول ان الفريكوينسي والويف لانث دول حاجتين عكس بعض، عشان كده لو مشيت مع السهم ده كده الفريكوينسي بتزيد، لو مشيت مع السهم العكسه الويف لانث هي اللي بتزيد. اما بقى مين حرف السي ده؟ ده الفيلوستي. كل دول بيمشوا بسرعة ثابتة، سرعة واحدة الرقم ده. وبالمناسبة الرقم ده أسرع حاجة في الدنيا، 3 times 10 power 8، ده بيسموه speed of light مع إنه سرعة كل دول، يعني الويفز بتاعة الراديو والمايكرو والإنفرا والفيزبل كل دول بيمشوا بنفس الرقم. بس ليه بيسموه speed of light، سرعة النور؟ عشان دي الحاجة الوحيدة اللي احنا كبشر بنشوفها فبيسموه سرعة النور، ولكن هو سرعة كل الأرقام دي. وعشان الناس تقتنع ان الرقم ده أسرع حاجة في العالم، أسرع حاجة في الدنيا، الرقم ده 3 times 10 power 8 يعني 300,000 كيلو متر في الثانية. عارف من هنا لإسكندرية أو من هنا للساحل الشمالي تقريبا المسافة دي 300 كيلو تقريبا. النور يمشي بقى من هنا للساحل ال 300 كيلو دول 1000 مرة في ثانية واحدة. دي سرعة النور، دي أسرع حاجة في الدنيا. وادي يا سيدي أول قانون عندنا في chapter 5. حد عنده سؤال في الدردشة دي وفي القانون ده؟ المعلومة اللي بعدها، تخيل إن الشمس بتطلع لك كل الأسامي اللي فوق دي. تخيل ان الشمس بتبعت راديو مايكرو انفرا وفيزيبل والترا واكس وجاما، ولكن بكميات مختلفة. حاجات بتبعت الشمس منها كميات كبيرة، حاجات بتبعت منها كميات صغيرة. وكلمة كمية عندنا في المنهج اسمها intensity، كمية عدد قد ايه. ومش الشمس لوحدها اللي بتطلع الاسامي دي، ده الفحم بيطلع الاسامي دي، ده اللمبة، ده جسمك انت وكل حاجة حواليك بتطلع الأسامي دي. تخيل إن جسمك أنت بيطلع مايكرو وإنفرا وفيزبل وألترا وإكس وجاما، ولكن بكميات مختلفة. عارف جسمنا إحنا كبشر أكتر حاجة بيطلعها إيه؟ إنفراريد. عارف لما تسمع إنفراريد في المنهج معناها إيه؟ هيت، يعني جسمك أكتر حاجة بيطلعها حرارة. ده أنت تيجي تقول إيه؟ إيه ده وأنا مالي مصهط كده، ليه الدنيا حر النهاردة؟ جسمي مطلع حرارة، جسمك مطلع انفراريد. في عالم بقى عندنا اسمه بلانك، قال لك تعالى اما ارسم لك ديستريبيوشن، توزيع، جراف ما بين الانتنستي. وكلمه انتنستي في المنهج تعني كميه، تعني عدد قد ايه، والويف لينث لكل ويف. تعالى احكي لك ان الشمس ده الكيرف بتاعها، ده الكيرف بتاع بلانك ما بين ايه وايه؟ ما بين الانتنستي الكميه والويفز والويف لينث. عارف ان الشمس اكتر
كميات بتطلعها هي الالوان، وعارف ايه اكتر لون، اكتر حاجه بتطلعها الشمس؟ اللون الاصفر اللي مدي على اورنج شويه. بس ثانيه واحده، ده مش اللون الوحيد اللي بتطلعه، ده الشمس بتطلع احمر واخضر وازرق. السؤال، امال احنا ليه بنشوف الشمس لونها اصفر؟ عشان ده اكتر كميه مطلعاها، اكتر انتنستي. بس هي مش بتطلع كده بس، ده بتطلع كل حاجه. الشمس كمان بتطلع انفراريد، ولما تسمع انفراريد في المنهج تعني حراره، بس الحمد لله ان الشمس بتطلع حراره متوسطه، ولا هي كتير احنا نتحرق، ولا الشمس بتطلع حراره صغيره فاحنا نتجمد. الشمس بتطلع من نعمه ربنا علينا حراره متوسطه. ده الشمس كمان بتطلع الترا فايلت بس بكميه صغيره، اللي احنا مجرد نلبس نظاره شمس نحمي عينينا منها، مجرد ندهن صن بلوك نحمي جسمنا من الالترا فايلت. فالعالم اللي اسمه بلانك قال لك ايه؟ قال لك هرسم لك جراف ديستريبيوشن، توزيعه ما بين الانتنستي، الكميات، مين مبعوت منه كتير مين مبعوت منه قليل، لكل ويف، لكل ويف لانث. يجي عالم تاني بعده اسمه فاين او فين، زي ما انت عايز، وعالم الماني، فاين او فين. عمل ايه العالم التاني ده بقى؟ رسم الكيرف كذا مره، رسم الكيرف مثلا بتاع الشمس، الكيرف مثلا بتاع الفحم، بتاع اللمبه، بتاع جسمك انت، ما هو كل حاجه حواليك بتطلع الويفز كلها، وابتدى يقارن الكيرفات ببعضها. بس بصراحه لما كان بيقارن ما كانش بيقارن الكيرف كله، كان بيقارن النقطه البيضاء في كل كيرف بس. اشمعنى؟ اشمعنى يا فين ماسك النقطه البيضاء؟ عشان يا جدعان النقطه البيضاء دي اكتر حاجه مبعوته، دي الحاجه اللي بتتشاف. فابتدى يقارنهم ببعض، اكتشف سعادته ايه بقى؟ ان كل ما التمبريتشر بتقل، لو انت قاعد بعيد مش شايف التمبريتشر مش مشكله، بس كل ما التمبريتشر بتقل كل ما النقطه البيضاء بتيجي عليا كده بتحدف يمين. يعني ايه بقى؟ يعني ايه بتحدف يمين؟ ده اكسس بتاع ويف لينث. كلمه تحدف يمين يعني رقم الويف لينث يزيد. ممكن تجمع الجمله، كل ما التمبريتشر بتقل كل ما النقطه البيضاء الويف لينث بتاعتها بتزيد. بذمتك حاجه تقل وحاجه تزيد، يبقى دول اسمهم دايركت ولا انفرس؟ دول اسمهم انفرس. كل اللي اكتشفه العالم اللي اسمه فين او فاين ان الويف لينث انفرس بتاع مع التمبريتشر. بس خلي بالك، هو كان بيتكلم عن النقطه البيضاء بس، كان بيتكلم على البيك اوف ذا كيرف، ماكسيمم اوف ذا كيرف، اعلى نقطه وبس، عشان دي الحاجه اللي بتبان، دي الحاجه اللي بتظهر. والمعلومه دي بالنسبه لكم تبقاش مهمه قوي، عشان اخليها لكم مهمه هعمل ايه بقى؟ تعالوا نقول الكلام بالشقلوب. كل ما التمبريتشر بتزيد كل ما النقطه البيضاء تيجي كده بقى تحدف شمال، يعني النقطه البيضاء تمشي مع ترتيب الالوان دي كده. اسالك بقى عشان تستفيد، شفت النار قبل كده؟ اكيد، ما انت في جيبك ولاعه، اكيد طبيعي شفت النار. لونها ايه النار دي بقى؟ لو حضرتك شفت نار لونها احمر تبقى سخنه بس مش قوي، لو حضرتك شفت نار لونها اصفر اسخن من الاحمر، لو حضرتك شفت نار لونها ازرق دي اللهب الازرق ده اسخن حاجه في النار. فالمعلومه بتقول ان كل ما التمبريتشر بتزيد كل ما تمشي مع ترتيب الالوان دي كده، يعني الحراره بتزيد الحاجه بتسخن اكتر. ولو كتبنا الايكويشن دي في شكل ريشيو، اعتقد الناس عارفه 1 على 2 2 على 1. وخلي بالكم ان التي دي كابيتال لتر. انا مال انا بقى كابيتال لتر ولا سمول لتر؟ كلمه كابيتال لتر يعني كلفن، سمول لتر يعني سلسيوس. وعشان تحول رقم من السلسيوس لكلفن بتعمل بلس 273. يعني اسالكم، عارفين الميه بتتجمد عند تمبريتشر كام؟ زيرو بالسلسيوس. لو انت عايز تعوض في الايكويشن دي حولها لكلفن، اعمل بلس 273 تطلع كام بالكلفن؟ 273 بالكلفن. اسالكم، الناس عارفه الميه بتغلي عند تمبريتشر كام؟ 100. ده بالسلسيوس، حولها لكلفن تطلع كام؟ 373 بالكلفن. ادي يا سيدي الكلام بتاع بلانك والكلام بتاع فاين، الكيرفات دي. المعلومه اللي ملهاش اي 30 لازمه هنا،
لما اتسألنا هو كده الكيرف ده دايركت ولا انفرس، شكل الجبل ده كده ده يعني دايركت ولا انفرس، والله كل ما الوفلانث بتزيد كل ما الانتنستي بتزيد تزيد تزيد كده دايركتلي. بس ثانية واحدة كده، ده بتوصل لأعلى نقطة وبعدين ترجع تقل 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 كده انفرس، فيعتبر الكيرف ده الحتة اللي على الشمال دايركتلي لوحدها، الحتة اللي على اليمين انفرس، يعني كل ما الرقم هنا بيزيد الانتنسي تزيد معاه ده اسمه دايركت، ترجع الانتنسي تقل ده اسمه انفرس. ده الكلام اللي رسمه بلانك، وده بلانك من الناس الحديثه، خلي بالكو بلانك من بعد سنه 1900 مودرن. الكارثه بتاعت المنهج عندكم بقى والصدمه بتاعت المنهج، قال لك عارف في علماء قبل سنه 1900 اسمهم كلاسيك، ماشي اهلا وسهلا، عارف العلماء دول ما عرفوش يرسموا الجراف ده زي بلانك، معلش عارف لما حاولوا يرسموه غلطوا ورسموا حاجه غلط، معلش ربنا يسامحهم ان شاء الله يعرفوا الصح. يعني بقول لك ايه، ما تيجي اقول لك هم رسموا ايه، تقول لي ليه يا عم، هو انت مش لسه بتقول هم رسموا حاجه غلط؟ ايوه اقول لك شويه معلومات غلط عشان تحفظها واسالك عليها في الامتحان. فتعالى اتفضل معايا اقول لك الناس الكلاسيك ايه الغلط اللي رسموه. يا جدعان الكيرف ده غلط مش صح، ده الناس الكلاسيك كل اللي قالوه ان الانتنستي انفرس مع الوفلانث وبس، والكلام ده غلط مش صح. امال كان بلانك بيقول ايه؟ بلانك كان بيقول ان في حته دايركت وحته انفرس، هم قالوا انفرس بس ما قالوش حته دايركت دي خالص. فالناس القديمه الناس الكلاسيك لو سالوك قالوا ايه؟ قالوا الانتنستي انفرس مع الوفلانث. ادي الجزء الاخير في كلام بلانك وكلام فاين. المعلومه اللي بعدها، بلاك بودي، لو حد لابس لبس لونه ازرق، ليه احنا شايفينه لابس لبس لونه ازرق؟ عشان اللبس بيابزورب بيمتص كل الراديشن بس يرجع يطلع لون ازرق، فنشوف الشخص ده لابس لون ازرق. لو حد لابس لون اخضر، ليه احنا شايفينه لابس اخضر؟ اللبس ده بيابزورب الراديشن بيمتص الالوان ويرجع يطلع لون اخضر فنشوفه لابس لون اخضر. لو حد بقى لابس اسود بيابزورب كل الويفز بس الاسود مظلم ما بيطلعش الوان. سؤال بقى، طب انت عمال تاخد انرجي تاخد انرجي تاخد انرجي، هتطلعها في صوره ايه؟ ما انت ما تقوليش هتحتفظ بيها. على فكره لو اللبس ده هيقعد يحتفظ بالانرجي مش هيطلعها، هينفجر، ما عمال يسحب انرجي وبس. بيطلعها في صوره ايه بقى؟ هيت، حراره، بيطلعها في صوره انفراريد، لو انت فاكر كلمه انفراريد يعني حراره. وعشان كده في مقوله بتقول بلاش في الصيف تلبس اسود. يا عم هو انت ناقص حراره؟ اللبس الاسود ده عمال يطلع حراره اساسا، هو انت ناقص في الشتاء البس اسود؟ عداك العيب والله، اهو يدفيك شويه. ففي معلومه عندنا بيقول اسمها بلاك بودي، الجسم الاسود الجاكيت الاسود بيابزورب اول راديشن، بيمتص كل حاجه، بيرفكت ابزوربر، بس مش بيحوشها ده بيطلعها تاني، ري امتس يرجع يطلع كل الراديشن، كلمه هول يعني كلها، بيرفكت اميتر بس بيطلعها في صوره هيت. المعلومه اللي بعدها، هي شويه معلومات منفصله كده، حاجة تانية اسمها بلاك بودي راديشن، خلي بالكوا عشان دي اسمها بلاك بودي ودي حاجة تانية اسمها بلاك بودي راديشن. لو عندك حفرة كافيتي فيها سمول هول، فتحة صغيرة، والنور دخل الفتحة دي، النور بيتحبس جوه ويقعد يعمل شوية انعكاسات كده، النور بيتحبس trapped وبيقعد يعمل reflections انعكاسات. لو حضرتك بتبص على الحفرة من بره مش هتشوف حاجة، أصل النور دخل اتحبس جوه ما رجعش لعينيك، فهتبقى شايف الدنيا ضلمة، appears black، appears black انت مش شايف حاجة. بس عارف ممكن من كتر الريفلكشن جزء من النور يطلع، اهو الجزء اللي بيطلع ده بيسموه في المنهج black body radiation، ممكن جزء من النور small part يطلع leaks out، leaks out يعني يتسرب يطلع،
بيسموه بلاك بادي راديشن. فجدعان لو عندنا صندوق اسود بنتفرج عليه شايفه اسود من جوه ليه؟ عشان النور دخلت حبس جوه، ما رجعش لعينك فانت شايفه اسود، appears black. مع الاسف لما بقول الكلام ده بقى ناس تقول لي لا يا مستر ايه اللي انت بتقوله ده، انا شايفه اسود عشان هو من جوه اسود، هو مدهون اسود. لا يا معلم، ممكن من جوه يبقى ابيض وانت شايفه اسود. يا سلام، ايه الهبل ده يا بقى يا مستر، اهو اتفرج معايا في الفيديو اهو، الصندوق ده من جوه لونه، العلبة دي فيها ايه؟ ابيض اهو، ابيض ولا زي الفل اهو. بس لما هنقفل بقى الصندوق انت هتشوف بقى لونه ايه؟ اسود. ليه ان شاء الله؟ عشان النور دخلت حبس جوه. ركز معايا هنا، النور دخلت حبس جوه ما رجعش لعينك فانت شايفه اسود عادي جدا. واضحة؟ كفاية كفاية. المعلومة اللي بعدها، بلانكس انتربريتيشنز، الافتراضات بتاعت بلانك. اول بروبرتي، اول انتربريتيشن، ان الراديشن كونسيست اوف سمول يونت اوف انرجي كولد فوتون. بلانك اول واحد قال كلمة فوتون. نسمع بقى نسمع. بلانك هو اللي قال لنا ان النور اللي طالع من الشمس light energy، النور اللي طالع من اللمبة light energy، الانرجياية هسميها لكم فوتون. الانرجياية هو اللي سماها فوتون. بلانك كمان هو اللي قال ان الانرجي levels quantized مش continuous. يعني ايه؟ يعني اعتقد كل الناس اللي قاعدة عارفة ان في حاجة اسمها energy levels جوه الاتوم. اعتقد الناس عارفة ان الالكترون بيتحرك من ليفل لليفل عشان هي quantities، يعني الكوانتيتي اللي تحت يعني الكوانتيتي اللي فوق. اسألكوا، هل مدرسين الكيمستري قالولكوا ينفع الالكترون بدل ما ينط من ليفل لليفل ينفع الالكترون يقف في النص بينهم؟ لا. ليه؟ عشان هي يا باشا مش زحليقة بيتمشى عليها زي ما هو عايز، هي مش continuous يقدر يمشي فيها زي ما هو عايز. لا، بقول لك ايه يا الكترون، يا السلمه اللي تحت يا السلمه اللي فوق، يا الكوانتيتي اللي تحت يا الكوانتيتي اللي فوق. فبلانك هو اللي قال فكره السلالم، فكره الانرجي ليفلز، فكره الكوانتيتيز مش كونتينوس يقدر يتفسح الالكترون زي ما هو عايز. ايه المعلومه اللي بعدها اللي قالها بلانك؟ قال لك لما الكترون بينزل من فوق لتحت بيطلع فوتون، بيطلع انرجي. لما الكترون ينزل من هاير للور ليفل بيطلع فوتون. وخد المفاجاه بقى دي، قال ان الانرجي فوتون دايركتلي مع الفريكوانسي، دي بس كده خد عليها جائزه نوبل. دي بس كده يا حلاوتك، ايه اللي في دي يعني؟ معلش يعني عشان تاخد عليها جائزه نوبل، ايه الحلو في البتاع اللي انت كاتبها يعني؟ ايه فريكوانسي دايركتلي مع انرجي يعني؟ حد فاكر وانا بشرح من شويه قلت لكم الليزر الاحمر لو سلطته في عيني مش هيعمل حاجة، بس لو جبت ليزر بنفسجي ممكن يعني؟ اهو دي هي دي المعلومة، ده أصل المعلومة. بلانك خد جايزة نوبل عشان الفكرة دي، قال يا جدعان إن الأحمر ده عنده فريكوينسي قليلة، إنرجي قليلة، لو سلطته في عين حد مش هيعمل حاجة، هو طاقته قليلة، الخبطة بتاعته ضعيفة. بس لو جبت ليزر بنفسجي، لا استنى بقى، ده أعلى فريكوينسي، أعلى إنرجي، ده لو خبط في العين ممكن يعني. فالمعلومة دي خد عليها جائزة نوبل عشان هي دي اللي بتقول ان كل لون ليه الطاقة بتاعته، ممكن يكون الطاقة جامدة ممكن يأثر فيك. حضرته بقى شال كلمة دايركتلي وحط ايكوال وكونستانت، وكان الكونستانت حرف الاتش، وحرف الاتش ده بيسميه بلانك على اسمه بلانكس كونستانت. واطلب من حضراتكم بقى في شوية ارقام كونستانت في المنهج بعد اذنكم احفظوها. حرف الاتش ده رقم كونستانت 6.625 × 10⁻¹¹. الناس تحفظه. هو وحرف السي اللي قلته من شويه سرعه النور 3 × 10⁸. بصراحه يعني من 3 4 سنين كانت الارقام الكونستانتس دي بيديها لنا جيفن في الامتحان، بقاله سنتين ثلاثه بطل يكتب الارقام الكونستانتس، قال لك الطالب يحفظها بقى.
فبعد اذنكم حرف الاتش ده يتحفظ مجرد رقم، وحرف السي كمان يتحفظ، ولسه في كمان حاجات اقولها لكم. ادي الانتربريتيشن الثالثه. حد عنده سؤال في الثلاثة دول عشان لسه هكملهم؟ بس بصراحة اللي أنا هكملهم بعد كده ملهمش أي 30 لازمة، مش هقولهم أصلا، لأن دي ودي لسه هيتشرحوا في تشابتر 6 و 7 فملهمش لازمة دلوقتي، حتى تكلمهم بيبقى ملخبط شوية. فيا جدعان وأنا بذاكر الانتربريتيشنز ممكن أذاكر الثلاثة اللي في الأول دول، دول أهم ثلاثة، دول الجداد بالنسبة لي، اللي بعد كده هيتقالوا في الشابترز اللي بعد كده. المعلومة اللي بعدها، الفوتوغرافينج التصوير. التايبس اوف اكويبمنت، انواع كاميرات التصوير. في كاميرات بتصور من الساتلايت من القمر الصناعي الكرة الارضية، في كاميرات ايربورن كاميرات هوائية، حاجة تمسكها في ايدك كده زي الموبايل بالظبط، كاميرا بتمسكها في الهواء. في كاميرات ترستيريال أرضية، حاجة كده شبه المكنسة بتصور الأرض، ودي بتصور إن شاء الله بتصور الحرارة اللي طالعة من الأرض. ففي كاميرات بتصور من القمر الصناعي، في كاميرات هوائية بتمسكها في الهواء، في كاميرات أرضية شبه المكنسة. دي كده أنواع الكاميرات. لا استنى بقى، في انواع الريجنز الويفز اللي بتصور بيها. في كاميرات بتصور بالمايكروويفز، والمايكروويفز دي يا جدعان ما بتتشافش، انفيزبل، ودي بتستخدم في الرادار زي الرادار اللي مرشق في كل حته في مصر، تبقى ماشي بالعربيه بتتغفل انت مش شايف اي حاجه، هو يبعت يا باشا مايكروويف يرقط سرعه العربيه ويصورك وانت متغفل مش شايف اي حاجه، فدي بتستخدم في الرادار. في الويفز التانية الفيزبل، ودي الكاميرات العادية جدا لو انت بنستخدمها. حضرتك عارف ان كاميرا الموبايل الطبيعية لازم نور ينزل على جسمك يرجع للكاميرا فنلقط الصورة، فده النور العادي، كاميرا العادية جدا. اما دي بقى لما تسمع انفراريد في المنهج تعني ايه؟ تعني هيت، اصور الحرارة، اصور بقى الحرارة اللي طالعة من جسمك، اصور الحراره طالعه من الارض، السؤال تعمل بيها ايه؟ دي بقى في المنهج اتشرح لها شويه ابلكيشنز. دي قال لك رادار وخلصنا، هو رادار. دي قال لك كاميرا الموبايل هشرح لك فيها ايه، يعني كاميرا موبايل اعمل بيها اللي انت عايزه. دي بقى قال لك تعالى اقول لك ليها اربع ابلكيشنز. حوار ان انت تصور الحراره ممكن تعمل ايه؟ اول ابلكيشن الناتيرال ريسورسز، الموارد الطبيعيه اللي تحت الارض. هل حضرتك تعلم ان احنا لو جينا في الارض كده قعدنا نحفر 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 في حاجات مدفونه تحت الارض؟ بقول لك ايه بقى، بدل ما تحفر استنى ما تتعبش نفسك، انا هقول لك ايه اللي موجود تحت الارض. شوف انت بقى عايز تحفر مش عايز تحفر، دي حاجه ترجع لك. اسمع يا سيدي بقى، هجيب الكاميرا بتاعت الحراره واصور الحراره طالعه من الارض، كل ماتيريال مدفونه بتطلع في الصوره بلون مختلف بحرارة مختلفة. مثلا صورت الارض هنا، هوب طلع لي هنا لون احمر. باشا في بترول هنا تحت الارض، عايز تحفر احفر، انا خلاص قلت لك هنا في ايه. صورت هنا طلع لون اصفر، لا ده غير الاحمر، دي درجة حرارة تانية. ده الذهب، باشا احفر هنا لو انت عايز ذهب، قلت لك اهو. صورت هنا طلع لي لون اخضر، لا ده حديد بقى. فانت تقدر تعرف الموارد الطبيعية اللي تحت الارض من غير ما تحفر. اقول لك ايه اللي تحت الارض، زي كده انا بسمع بيقولوا الخليج عندهم فيه بترول كتير، يعني هم طلعوه ولا لسه؟ لا لسه ما طلعوهوش. هم عرفوا منين؟ صوروا الحراره عرفوا تحت الارض في ايه. كمثال الصوره دي مثلا سنه 1000، دي جبتها من على الانترنت، سنه 1995 الاحمر ده فعلا بترول. يا نهار ابيض، كل طبعا دي متصوره من الساتلايت من القمر الصناعي. يا نهار ابيض كل ده بترول، لا لا ده احنا نروح البلد دي بقى، هات يا باشا البريمه، هات المكان بتاعك اشفط لنا البترول ده. صوروا نفس المكان سنه 1999، ده الاحمر خلص، ده البترول خلص، يلا بقى يا باشا شيل مكانك شيل اجهزتك ويلا نروح لحته تانيه نشفط البترول اللي عندهم. فبتقدر تعرف ايه تحت الارض عن طريق تصوير الهيت الانفراريد.
الابلكيشن التانية اسمها نايت فيجن سيستم، لو ترجمناها بالعربي نظام رؤية ليلية. يعني لو انا لبست نظارة من دول بالليل ومفيش نور اقدر اشوف كل الناس اللي حواليا. انت هتستعبط بقى، انت بتقول مفيش نور هتشوف ازاي؟ ما انا مش هشوف بالنور، ما انا هشوف بالحرارة طالعة من الاجسام. لما البس نظارة زي دي اشوف كل الناس اللي حواليا الهيت اللي طالعة منهم. ودي بيستخدموها فين؟ يعني لما يكون حد عايز يعمل عملية عسكرية، حد عايز يهجم على مكان، خليك ناصح ما تهجمش الصبح، الناس شايفة بعض، استنى بالليل. البس نظارة زي دي تشوف كل الناس بالليل ومحدش شايفك، نظام رؤية ليلية. الابليكيشن التالتة في الطب حاجة اسمها التوموغرافي، تصوير الأورام. لا قدر الله لو في ورم في المخ، الخلايا اللي بتصاب بالورم درجة حرارتها بتتغير عن الخلايا العادية. فلما بتجيب الكاميرا اللي بتصور الحرارة اللي طالعة من المخ، لو لقيت في الصورة لون مختلف عن الخلايا العادية اعرف ان ده ورم في المخ. دي بيسموها تيومر ديتكشن. تيومر يعني ورم، ديتكشن يعني اكتشاف الورم. حاجة شبهها اسمها الامبريولوجي، وكلمة امبريولوجي علم الاجنة. وكلمة اجنة دي يا جدعان الجنين في بطن الام، مش الجن والعفاريت. بقدر اصور الجنين في بطن الام، ولما بقول الجنين في بطن الام الناس يقول لي ايوه ايوه يعني السونار يعني. لا يا باشا مش السونار، السونار ده بيصور بالساوند، ساوند بيخبط ويرجع، ده بيصور الهيت، بيصور الحراره طالعه من الجسم، تقدر تعرف حجم الجنين او اي مشكله فيه. الابلكيشن الاخيره بقى اسمها كريمينولوجي، ترجمتها علم الجريمه، جاي من كلمه كرايم او كريمينال. وفي حاجه اسمها البيرسون لينجرز، بصمات الانسان، مش بصمات صابعك، لا، بصمات الحراره بتاعه جسمك اللي انت بتسيبها في المكان بعد ما بتمشي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك بتقعد هنا في الحصه 3 4 ساعات، لو انت روحت بيتكو بعد ما سبت الحصه ومشيت، انا هجيب الكاميرا اللي بتصور الحراره واصورك وانت مش موجود. ايه الكلام الاهبل ده؟ تصورني وانا مش موجود؟ ايوه، ما انا هصور الحراره بتاعت جسمك اللي انت سبتها في المكان بعد ما مشيت. حضرتك بتسيب الحراره بتاعت جسمك بتاع 3 4 ساعات. دي بيستخدموها فين؟ لما تحصل جريمه في مكان، يخش بالكاميرا بتاعت الحراره المكان ده، يصوروا المكان ومفيش بني ادمين، بس الكلام ده بعد 3 4 ساعات مش بعد ايام. يصوروا الحراره، لو في حراره على الكرسي ده واضح ان كان في حد قاعد على الكرسي ده، في حرارة على الأرض واضح إن كان في جثة مرمية على الأرض، في حرارة هنا، في حرارة، نقدر نعرف الأحداث كانت عبارة عن إيه. يمكن إحنا مش هنشوف بني آدمين، مش هنشوف حد، مش هنشوف وشوش، بس نقدر نعرف أحداث الجريمة تمت إزاي. وادي يا سيدي الأربعة أبليكيشنز بتوع تصوير الحرارة الإنفراريد. ومش عارف هصدمك ولا لأ، الجزء الأول ده ملوش أي 30 لازمة في امتحان ثانوية عامة. قبل كده كان بيسأل عليه كتير جدا، بس في السنتين اللي فاتوا بس عمره ما سأل عليه. فتيجي نحل لنا سؤالين ثلاثة أسئلة وخلاص، تيجي نحل كام سؤال على الحتة دي بس نثبتها في دماغنا. ده الكلام المهم بقى، خلاص التهريج خلص بقى، الدردشات خلصت بقى، يلا بقى على الكلام المهم. لازم الناس اللي قاعدة تبقى عارفة ان الالكترون نيجاتيف تشارج، وفكر لما الالكترون يبقى نيجاتيف وتحط في وشه حاجة بوستيف يعمل ايه؟ اتراكشن، يشد الالكترون يسرعه. لازم الناس تبقى عارفة لو الالكترون نيجاتيف وحطيت في وشه نيجاتيف فولتج تعمل ايه؟ توقفه، ريبولشن، وممكن ترجعه لورا كمان. لو الالكترون حطيته في ماجنتيك فيلد تعمل ايه بقى؟ تعوجه، تعمله ديفيشن. تخيل ان دي حضرتك خدتها في شابتر 2، تخيل ان دي هي فورس ايكوال بي اي ال فورس. ايوه، هو مش الالكترون ده اكنه سلك ماشي جواه كهرباء، لما بحطه في ماجنتيك فيلد بيتشط. طب ما هو ده شابتر 2،
لو عايز تلعب لعبه اف بي اي العب لعبه اف بي اي، بس خلي بالك لو هتلعب لعبه اف بي اي خلي بالك ان دي حركه الكترون. واحنا في تشابتر 2 كنا بنشتغل على ايه يا ربي؟ كونفنشنال كارنت، فخلي بالك انها العكس بتاعها. فلو عايز تلعب لعبه اف بي اي اعمل بس بالمشال. فخلاصه الكلام، الالكترون تقدر تسرعه، الالكترون تقدر تبطئه، تقدر تعوجه. طب والنور انظمه بقى؟ النور ملوش في الكلام ده، النور راشق مكمل في سرعته زي ما هو، علشان النور اللي هو الفوتون ملوش تشارج، ولا هو بوزيتيف ولا هو نيجاتيف ولا حتى نيوترال، يا باشا بيكمل في سرعته زي ما هو، ولا بقى تعرف تسرعه ولا تعرف تبطئه ولا حتى تعرف تعوجه. فخلاصة الكلام، الالكترون ممكن اتحكم فيه زي ما انا عايز، بس النور لا، مكمل بسرعة سهلة. المعلومة اللي بعدها، بما ان الالكترون بقى بتسرع وتبطئ فيه، طب استنى بقى تعالى اقول لك ايه الكايناتيك انرجي بتاعت الالكترون. الحركة بيسموها كايناتيك، موشن بيسموها كايناتيك. الكايناتيك انرجي بتاعت الالكترون ده قانون كانت اتقال في اولى ثانوي، هاف ام في سكويرد. مين يا عم ده؟ مين الام ومين الفي؟ الام ده الماس والفي ده الفيلوسيتي. ويا ريت الناس اللي قاعده تحفظ وزن الالكترون عشان رقم كونستانت مش بيدولك في الامتحان. وزن الالكترون رقم كونستانت 9.1 تايمز 10.31. لا ده الكاينتيك انرجي ليها شكل كمان، اي في الفي، ومين بقى ان شاء الله الاي ومين الفي ده كمان؟ الاي هو الالكترون تشارج، وفي هو الفولتج هو البطاريه، والاي برضو رقم كونستانت احفظه كده. بقى اربع ارقام يا جدعان، مين هم الاربع ارقام اللي لازم تحفظهم؟ السي والاتش والاي والام، الاربع ارقام دول عشان خاطر يحفظوهم عشان بطاريه يجيبوهم في الامتحانات. والاي هو الالكترون تشارج اللي كان موجود في تشابتر 1، اما الفي البطاريه. بطارية، بطارية ايه؟ خدت بالك ان في الصورة دي الفولتج بقدر اسرع الالكترون، بقدر ابطأ الالكترون، فالفولتج بتاع البطارية تدي الالكترون كايناتيك انرجي، تبطأ الالكترون تاخد منه الكايناتيك انرجي، فالفولتج بقدر اسرع وبطأ بيه. والقانون ده المفروض اللي بتحلوا بيه المسائل، بس مع الاسف لما اديكم مثلا رقم الكايناتيك ورقم الماس واقول لكم هات الفيلوسيتي، ما اعرفش ليه في ناس بتهنج، يعني هات يا عم الفيلوسيتي هنا اهو، ما بتعرفش تحل المساله. فقلنا نكتب لكم الايكويشن بالمنظر ده، دي هي هي دي، بس جبت لك الفيلوسيتي لوحدها. وكمان ساعات ادي لك الفولتج والاي والماس واقول لك هات الفيلوسيتي، برضو الناس بتهنج، فكتبت لك القانون بالمنظر ده. يا جدعان الاثنين دول هو هو الاثنين دول، بس انا عارف ايه يعني، كاتب الفيلوسيتي لوحدها بتساويه. والهبل بقى بتاع العلماء، العبط بتاع العلماء، هم يفكروا ويهبلوا واحنا نلبس. قال لك بقول لك ايه، لو الفولتج 1 فولت وعايز احسب الكايناتيك انرجي اعمل ايه؟ عادي هتضرب 1 في الاي اللي هو الرقم ده الكونستانت وتحسب الكايناتيك، ماشي. لو الفولتج ب 2 فولت وعايز احسب الكايناتيك، عادي يا عم هتضرب ال 2 في الاي هو نفس الرقم وتحسب الكايناتيك. لو الفولتج ب 3 هتضربها في اي، 4 هتضربها في اي، راح عاملين ايه بقى حضرتهم؟ قال لك ما انا كده كده هضرب في الاي. بقول لك ايه، انا هعتبر ان الكايناتيك انرجي 1 فولت. نعم، قال لك هعتبر الكايناتيك انرجي 1 فولت. ايه يا عم الهبل ده؟ طب لو بقت 2 فولت هكتب لك 2 فولت، 3 فولت اكتب لك 3 فولت. ايه العبط ده؟ قال لك هو انت مش كده كده هتضرب في ايه ورقم كونستانت؟ الطالب بقى لو عايز يحسب الكاينتيك انرجي بالجول بجد يبقى هو يضرب في الاي، انا كده كده هكتب له 1 فولت وهو يضرب في الاي وخلاص، انا مكسل كعالم اكتب، انا انت بقى كطالب معاك الكالكوليتر واحسب انت. ايه يا عم الهبل ده؟ طب سؤال، الطالب بقى لو جاله في مساله وكتبت له 1 فولت بس، الطالب بقى يعرف مين بقى، هي بطاريه ولا هي كاينتيك؟ ما الاثنين بقى حاجه واحده. قال لك الاثنين حاجه واحده، استنى نغير اليونت، نخترع يونت من دماغنا. قعدوا يهرشوا في دماغهم، راحوا اخترعوا اليونت دي، الكترون فولت. ما عرفتكش انا كده يعني، بدل فولت سميتها الكترون فولت؟ قال لك ده اختراع جديد، دي يونت جديده. فبقى مطلوب من الطالب انه يعرف
ان بقى العلماء ياخدوا رقم الفولتج ويعتبروه هو الكاينتك. الفولتج 1 الكاينتك ب 1، الفولتج 2 الكاينتك ب 2، وعشان يفصلوا اليونت عن بعض سموا ده فولت وسموا ده الكترون فولت. انت بقى كطالب عايز تحولها لجول، ابقى اضرب في رقم الاي، يعني 1 تايمز اي تطلع لك الرقم ده بالجول، 2 الكترون فولت تايمز اي تطلع لك 3.2 تايمز 10.86، 3 الكترون فولت تضربها في الاي تطلع وهكذا. فبقى حضرتك عندك 2 يونتس للانرجي، يونت اسمها الكترون فولت، يونت اسمها جول، والفرق بينهم اضرب في الاي 1.6 تايمز 10.819. يعني خلاصتها عشان بس ما حدش يتوه مني، هم استهبال يا جدعان، بقى ياخدوا الرقم الفولتج يعتبروه كايناتيك، واليونت من دماغهم اسمها الكترون فولت. عايز تحول لجول اضرب في 1.6 تايمز 10.819. ادي يا سيدي الجزء بتاع القوانين التقيل اللي عندنا في الحته دي. المعلومه اللي بعدها، تخيل ان لو حضرتك عندك حديده والحديده دي نزلت عليها نور او سخنتها بنار، تخيل ان الحديده بتطلع الكترونز، تخيل الحديده بتطلع كهربا. تاني معلش كده، وحاول تخلي الكلام يعدي على مخك. لو معاك حديده، ماشي، حديده وسخنتها بولاعه، وكل الناس معاها ولاعات وكل الناس معاها حديد، ممكن تجيب حديده، تخيل الحديده تطلع لك كهربا. او الحديده نزلت عليها النور من اللمبه، تخيل انها تطلع لك كهربا. هو الكلام ده بجد يا مستر؟ اه بجد، لو ما حد معاه كالكليتر بيشتغل بالطاقه الشمسيه في الحديده. ايوه بس مش عارف تبقى باينه في التصوير ولا لا، مش عارف الناس شايفاها ولا لا. في هنا حته حديده مالها؟ بتشتغل بالطاقه الشمسيه. يعني ايه بتشتغل بالطاقه الشمسيه؟ لو نزل نور عليها من الشمس او من اللمبه تمشي لك كهرباء من غير بطاريات، بيشتغل بالنور بالطاقه الشمسيه. دي بيسموها فوتو الكتريك، معرفش الناس تعرف تترجم ولا لا. الكتريك يعني كهرباء، فوتو دي جايه من كلمه ايه بقى؟ فوتون النور. لا مش صوره، فوتون اللي هو النور او بيسموه الضوء يعني. فبيسموها الخلايا الكهروضوئيه، ان انت بالنور تطلع كهرباء، او ممكن تسخن بنار، تجيب ولاعه وتسخن. ثيرمو ايونيك، ثيرمو اكيد طبعا انت فاهم يعني ايه ثيرمو، جاي من ثيرمال حراره. ايونيك دي جاي من كلمه ايه بقى؟ جاي من كلمه اين. لما الكترون يطلع من الاتوم ويسيبها بيسموا الاتوم اين، فكلمه الكترون طلع مشيت كهرباء بيسموها ثيرمو ايونيك. فتعالى بقى اشرح لك الاثنين. شكرا. تعالى اشرح لك بقى ان انت تسخن وان انت تنزل نور، الثيرمو ايونيك والفوتو الكتريك. حد عنده في الدردشة دي بس لسه هنشرح الاثنين؟ امسك بقى الثيرمو ايونيك، حوار تسخن تطلع كهربا. فين بقى الكلام ده؟ الكلام ده بيحصل في الكاثود راي تيوب. مين يا باشا الكاثود راي تيوب؟ شاشة التلفزيون. حضرتك دي شاشة التلفزيون، دي الشاشة اللي انت بتتفرج عليها، المذيعة يا جدعان بتطلع من هنا، الصورة بتطلع من هنا. الشاشة دي مدهونة مادة فلورسنت، وخلي بالكوا بقى عشان القطع كلها عليكم تتذاكر، كل قطعة جوه التلفزيون بتتذاكر. الشاشه مدهونه ماده فلورسنت، معرفش انت سمعت بقى الكلام ده قبل كده ولا لا. في تشابتر 3 لما الكترونز تخبط في الماده الفلورسنت تعمل ايه؟ تطلع نور، النور اللي انت بتشوفه طالع من التلفزيون. الكلام ده اتقال في تشابتر 3 في حاجه اسمها فلورسنت لامب لو حد يفتكر. السؤال، الالكترونز اللي ماشيه دي جايه منين؟ جايه من عند الكاثود. مين بقى الكاثود ده؟ حديده بنسخنها بتطلع الكترونز. مين الكاثود ده؟ حديده بنسخنها بتطلع الكترونز. مستر سؤال، هو ده جوه التلفزيون؟ ايوه. يعني هو جوه التلفزيون في ولاعه يعني ولا ايه؟ مش فاهم. يعني انتوا بتسخنوا جوه التلفزيون؟ اه. بتسخنوا ازاي؟ فقفل حديده في حاجه اسمها الفلامنت، مجرد سلك عادي جدا. سلك لما بيمشي جوه كهرباء بيسخن،
يقوم يسخن الحديده هوب تطلع الكترونز. فجوه التلفزيون في سلك اسمه فيلامنت بنمشي جواه كهرباء يسخن، يسخن الحديده تطلع الكترونز. بعد الكاثود بقى في حاجه اسمها الجريد، وتخيل ان الجريد دي حضرتك بمزاجك انت اللي بتتحكم بيها وانت بتتفرج على التلفزيون. اسمع كده، الجريد دي عباره عن ايه عشان انت اللي بمزاجك اللي بتتحكم فيها. الجريد دي حاجه نيجاتيف بس فيها فتحه من جوه صغيره كده، والكاثود بيطلع الكترونز نيجاتيف. ممكن تفكر لو الجريد نيجاتيف والالكترون نيجاتيف صغنطوط، نيجاتيف مع نيجاتيف تعمل ايه؟ ريبولشن، بتصد الالكترون. الجريد دي لو النيجاتيف بتاعها قوي جدا بتعدي الكترونز قليله، بتصد كل الالكترونز. يعني مثلا لو في 100 الكترون هيطلعوا من الحديده مثلا، مش ال100 كلهم هيعدوا. النيجاتيف بتاع الجريد يخلي لك 5 يعدوا، 10 يعدوا، الكترونز قليله تخبط في الشاشه فالشاشه تضلم ما تعرفش تنور. لكن لو الجريد دي النيجاتيف بتاعها قليل، يعني مش نيجاتيف قوي، يعني مش بتعطل الالكترونز، بتسيب الالكترونز تمشي براحتها كده، الكترونز كتير تعدي 90 الكترون، 95، 100 الكترون، فالكترونز كتير تخبط في الشاشه تلاقي الشاشه نورت جامد قوي. تخيل ان حضرتك اللي بتتحكم في الجريد في الريموت كنترول بتاع التلفزيون في المينيو بتاعه التلفزيون في حاجه اسمها البرايتنس، الاضاءه بتاعه الشاشه، انت بمزاجك اللي بيتفرج على التلفزيون بمزاجه، لو هو زود النيجاتيف بقى نيجاتيف قوي قوي للجريد يصد الالكترونز، الالكترونز ما تعرفش تعدي، الشاشه تلاقيها ضلمت طفت بمزاجك انت، تحكم فيها زي ما انت عايز. قللت النيجاتيف، لا ما بترخمش انت بقى على الالكترونز، الالكترونز كتير تعدي، الالكترونز كتير تخبط، تلاقي الاضاءه كلها زادت، فانت بتتحكم في عدد الالكترونز. وخلي بالكوا عشان عدد اسمها في المنهج انتنستي، عدد. القطعه اللي بعدها بقى اسمها الانود، دي ما شاء الله عليها بقى. الانود دي لوحدها بتعمل ثلاث حاجات ما شاء الله عليها. اسمع بقى الثلاث حاجات بتوعها. الانود دي بتعمل ايه؟ بتسرع، بتجمع، بتلم وترجع. نعم، تعال اقول لك. الانود مبدئيا بوزيتيف. اي انود في منهج الفيزيكس، ماليش دعوه بالكيمستري، اي انود في منهج الفيزيكس يعني بوزيتيف، كاثود يعني نيجاتيف. والنبي يا جدعان ما تلخبطوش الفيزيكس على الكيمستري. ممكن الناس تفكر لما الانود ده يبقى بوزيتيف والالكترون نيجاتيف صغنطوط، الانود ده يعمل ايه؟ يشده، يسرعه. فالانود بتشد الالكترون تسرعه. طب وانت عايز تسرع الالكترون ليه؟ عشان تضمن انه يمشي كل المسافه دي لحد ما يوصل هنا. فالفانكشن الاولى بتاعه الانود بيسرع. الفانكشن الثانيه بقى، البتاع ده من جوه شبه القرطاس، من جوه كونيكال شيب شبه القرطاس. ليه؟ عشان يخلي الالكترونز تتجمع في شكل خط، تمشي في خط. فالفانكشن التانية بتاعت الانود بيجمعهم في خط. الفانكشن التالتة بقى، شايف السلكة الزرقاء دي والبوستيف بتاع البطارية دي؟ برضو البوستيف ده اسمه انود. اي بوستيف يا جدعان في منهج الفيزيكس اسمه انود. يعمل ايه بقى البوستيف بالسلكة الزرقاء دي؟ اي الكترونز توصل عند الشاشة السلكة الزرقاء بالبوستيف بتاع البطارية يجمعهم، يلمهم، تعالوا 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 كده، يوصلوا عند الكاثود عشان يطلعوا مره ثانيه. فالتلاته فانكشنز بتوع الانود، الاولاني بيسرع، الثاني بيجمع، التالت يلم ويرجع. يسرع، يجمع، يلم ويرجع. ادي كده التلاته فانكشنز بتوع الانود. العلماء بقى ساعدتهم، مسكوا التلات قطع دول اي بي سي دول وسموهم اسم غريب جدا، الكترون جن، مسدس الالكترون. مسدس ايه؟ دخل المسدس في الكلام. قال لك هو يا باشا مش الكاثود ده بيطلع الكترونز؟ والله زي الخزنه بتاعت المسدس بتطلع طلقات. ومش الجريد ده بيتحكم في العدد؟
والله زي ماسوره المسدس، لو حضرتك جبت ماسوره مسدس صغيره هتطلع طلقه طلقه، لو جبت ماسوره مسدس او بندقيه بقى كبيره ماسورتها كبيره ممكن تطلع كذا طلقه مع بعض. انت تتحكم في العدد. والانود ده السرعه. على فكره في المسدس في سوسته بتخبط على الطلقه تطلعها بسرعه. فالعلماء شبهوا الكاثود بالخزنه بتاعه المسدس، الجريد بالماسوره بتاعه المسدس بتتحكم في العدد، والانود بالسوسته. قال لك الثلاثه اسمهم الكترون جان، مسدس بيطلع الكترونز. لحد اللي انا قلته كده خلصت كلهم ما عدا دي، ما عدا البتاعه دي الوحيده اللي فاضله. واخد بالك بقى الحد اللي انا شرحته ان كده الالكترونز ماشيه في خط. واخد بالك كده الحد اللي انا شرحته نص الشاشه بس اللي منوره. انا بقى مش عايز كده، انا عايز الشاشه كلها تنور فوق تحت يمين شمال. مين بقى اللي يتحكم لك في الاتجاهات؟ حتى من اسمه اكس وواي. اللي بيتحكم في الاتجاهات بليت اكس وواي، اوعى ننام. هم دول بقى بليت اكس وواي، فوق تحت يمين شمال. بليت اكس وواي بيتركب على البليت بوزيتيف، بيتوصل البليت بالبوزيتيف. لو شغلت مخك، لو الالكترون الاحمر ده نيجاتيف وفجاه لقى فوق بوزيتيف يعمل ايه؟ يتعوج على فوق. مستر سؤال، ليه الاحمر ده بما ان ده بوزيتيف ليه ما يلزقش، يلزق في البليت؟ ليه بيتعوج بس؟ عشان من كتر السرعه بتاعته ما بيلزقش في البليت، بيتعوج سيكه بس فوق. في ميكانيزم سريع جدا بقى جوه التلفزيون، كل الكترون احمر هنقول لك يمشي ازاي. مثلا نخلي اللي فوق بوزيتيف، فالالكترون يسحب على فوق. بعد شويه نشقلب نخلي البوزيتيف تحت، فالالكترون يسحب على تحت. لا نخلي يمين بوزيتيف، الكترون يسحب يمين. لا شمال بوزيتيف، الكترون يسحب شمال. بيتحكموا في مسار الكترون الكترون. انت يا الكترون اطلع انت فوق، وانت انزل تحت، وانت تعالى يمين، وانت تعالى شمال. احنا عايزين الشاشه كلها تنور. لك ان تتخيل ان الفيلم اللي حضرتك بتتفرج عليه هو مش فيلم، هو شويه صور بتترسم. لك ان تتخيل الفيلم اللي بتتفرج عليه بيترسم ازاي؟ نقطه نقطه، بيكسل بيكسل، سطر 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 سطر، لحد ما الصوره تكمل. ولما الالكترونز بتخبط في الشاشه كلها وصوره واحده بس كملت، يلموا الالكترونز بالسلك اللي بره ده كده، هوب ارجع للكاثود عشان تترمي مره تانيه، ويرسموا الصوره التانيه. لم يا باشا الالكترونز، رجعها للكاثود، وارمي سم الصوره التالته. عارف تقريبا بيترسم كام صوره في الثانيه؟ كام ايمج بير سكند، كام فريم، فريم يعني صوره، بير سكند بيسموها في بعض التلفزيونات اف بي اس، حوالي 30 صوره في الثانيه. يعني الكترونز تترمي ترسم صوره، تتلم وتترمي تاني ترسم صورة تانية، وتتلم وتالت، 30 مرة في الثانية، 30 فريم بير سكند. انت بتتفرج في فيلم شغال باشا، هو مش فيلم، هو شوية صور الكترونز تترمي وتتشال. ادي يا سيدي شاشة التلفزيون مع العلم اللي انا بشرحه ده. التلفزيون القديم مش الجديد، التلفزيون اللي ظهر يا جدعان. انا مش بشرح ال سي دي ولا ال اي دي، انا مش بشرح التلفزيون السليم ده، لا انا بشرح التلفزيون اللي ظهر، اللي لو حد عنده في البيت وحاول يشيله تقيل جدا، ده اللي انا بشرحه. والتلفزيون ده الاسم العلمي بتاعه الاسم ده. مستر هم جابوا منين الاسم؟ تعال فكر معايا جابوا الاسم منين. كاثود عشان الالكترونز بتطلع من الحديد اسمها كاثود. ري عشان الالكترونز ماشيه في خط. ري تيوب يا شباب، التلفزيون شبه الانبوبه، بص شبه التيوب ازاي. فبيسموا الاسم العلمي بتاع التلفزيون كاثود ري تيوب، سي ار تي. ادي يا سيدي شاشه التلفزيون الكاثود ري تيوب. المعلومه اللي بعدها الفوتو الكتريك افكت. المره دي حديده كاثود هينزل عليها بقى نور، نور من الشمس، نور من اللمبه، هوب تطلع الكترونز. في عصايه اسمها انود
بتشقط الالكترون بتلقف الالكترون. ويا جدعان في الفيزيكس كلمه انود يعني ايه؟ بوزيتيف. الانود ده متوصل ببوزيتيف بتاع بطاريه عشان يشقط الالكترون، يلقف الالكترون تمشي في الاسلاك، تبقى بالنور طلعت الكترون مشيت كهربا. ساعات في المنهج او ساعات في الامتحانات الرسمه تترسم كده، وساعات في الامتحانات الرسمه تترسم كده برضو نفس الكلام. حديده اسمها الكاثود، انزل عليها نور هوب تطلع الكترون. والانود اي حاجه بوزيتيف عندنا اسمها انود، يشد الالكترون يجريهولك جوه السلك يمشي لك كهرباء. اميتر ده كده ماشي كهرباء. فساعات الرسمه في الامتحانات تترسم كده، ساعات الرسمه في الامتحانات تترسم كده. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، هل اي نور، اي نور عادي كده ينزل على حديده يطلع الكترونز؟ وهل اي حديده؟ مين بقى اللي جاوب على السؤال بتاع اي نور واي حديده ولا لا؟ الباشا اينشتاين. اينشتاين هو اللي شرح الحته دي. تعالوا بقى نشرح الحته دي، هل اي نور، هل اي حديده ولا لا. اتفضل معايا بقى اينشتاين جاوب، هل اي نور، هل اي حديده؟ اينشتاين اكتشف ان مش اي نور. لما جرب باللون الاحمر مع الاسف كان فاشل، ما طلعش الكترونز. بس لما جرب باللون الاخضر، لا حلو الاخضر طلع الكترون، بس ما اعرفش ليه ما بيمشيش ما بيتحركش واقف كده. لما جربه بالبنفسجي يا نهار ابيض، ده كان احلى لون في كل الالوان. ده مش بس طلع الكترونز، ده طلع الالكترونز تجري بسرعه. كلمه لون بقى عندنا في المنهج اسمها ايه؟ كلمه لون اسمها فريكوانسي او انرجي. فاكر القانون بتاع الواد بلانك اللي خد عليه جايزه نوبل اللي هو كان القانون ده؟ فاكر لما انا بشرح كنت بقول لك ان الاحمر عنده اقل فريكوانسي اقل انرجي، والبنفسجي اعلى فريكوانسي اعلى انرجي، فالفريكوانسي والانرجي تعني لون. اينشتاين بيقول ان الاحمر ده عنده فريكوانسي صغيره، انرجي صغيره، فاشل ما بيطلعش الكترونز. بس الاخضر معقول حلو يعني بيطلع الكترونز. اما الله على البنفسجي بقى عنده فريكوانسي كبيره وانرجي كبيره، لون قوي بيطلع الكترونز بسرعه. السؤال اللي بيطرح نفسه، اشمعنى الاخضر عمل كده؟ ايه اللي موجود في الاخضر يعني؟ اينشتاين اكتشف ان كل نوع حديد بيحتاج درجه لون. كمثال شويه امثله مش حفظ، السيزيوم بيحتاج لون اصفر، تديني يا باشا اصفر اطلع لك الكترون. الصوديوم بيحتاج لون اخضر، تديني يا باشا اخضر اطلع لك الكترون. الكالسيوم بيحتاج لون بنفسجي، تديني البنفسجي اطلع لك الكترون. فاينشتاين اكتشف ان كل نوع حديد بيحتاج درجه لون. اينشتاين سماها ايه بقى درجه اللون اللي بيحتاجها الحديد عشان يطلع الكترون؟ سماها كريتيكال فريكوانسي، سماها الورك فانكشن. وبصراحه كلمه كريتيكال بالعربي يعني حرجه، اللون الحرج، اللون اللي انت محتاجه. كلمه ورك فانكشن يعني ايه بصراحه مش عارف. انا بصراحه لو كنت مكان اينشتاين كنت سميتها كريتيكال انرجي. انا لو مكان اينشتاين كنت سميتها اي سي كريتيكال انرجي. ما اعرفش ليه اينشتاين سماها الورك فانكشن، قعدت ادور في الكتب مش لاقي سبب الاسم ايه. فكلمه كريتيكال فريكوانسي او كريتيكال انرجي ده اللون الحرج اللي بيحتاجه الالكترون عشان الميتال عشان يطلع لك الالكترون. وزي القانون ده كده ما هو مكتوب، ده كمان هو هو الانرجي اتش في نيو، بس ده كريتيكال. يا لو كان اينشتاين سمى دي كريتيكال انرجي والله كان شكلها حلو، اي سي واي سي، كانوا هيبقوا الاثنين شبه بعض، كريتيكال فريكوانسي وكريتيكال انرجي. فيا جدعان كل ميتال بيحتاج درجه لون، ده اللي بيطلع لك الالكترون. وعشان الحته دي صعبه والحته دي مهمه محتاج اديكم مثال. صحصحوا لي بقى، هتخيل حضرتك مروح بيتكم بالليل في اخر اليوم الساعه 12 واحده بالليل، فجاه لقيت موبايلك بيرن.
صاحبك بيتصل بيك، ممكن تسمع المكالمة؟ ألو، بقول لك إيه؟ الحقني، أنا اتحبست، أنا مرمي في الحبس ومحتاج كفالة 100 جنيه، أبوس إيدك الحقني أنا مفلس، معيش فلوس خالص. وقفل المكالمة. صاحبك اتحبس، اتقفش، بإيه معرفش، دي حاجة بينك وبين صاحبك معرفش اتقفش بإيه. بس صاحبك مفلس في جيوبه مفيش فلوس ومحتاج كفالة 100 جنيه. وليه كلمك انت؟ ساكن قدام باب الاسم في الحتة اللي هو محبوس فيها. وانت هتعمل ايه؟ صاحبك عزيز عليك فانت هتروح تلحقه. بس هنشوف 3 حالات معانا بقى. حضرتك بتدور في جيوبك في اخر اليوم ما لقيتش في جيبك غير 10 جنيه. السؤال، هل لو رحت اديت لصاحبك 10 جنيه هل هيخرج؟ الإجابة لا، احتمال تتحبس معاه. دي الحالة الأولى. الحالة التانية، بتدور في جيوبك لقيت في جيبك 100 جنيه، لو اديتها لصاحبك يخرج، هو محتاج كفالة 100 جنيه، بس مع الأسف معوش فلوس يروح بيها. فصاحبك هيعمل ايه؟ هيقف على باب الاسم معوش فلوس يروح، وابوس ايدك ما تفكر لي في حلول. انا عايز القصة تمشي كده، انا عايز صاحبك يفضل واقف قدامه بالاسم، ابوس ايدك ما تقعد تقول لي طب ياخده معايا في البيت. يا عم لا، يا عم انت هتتبرى منه، وما تقوليش طب هيروح ماشي، ابوس ايدك لا، انا مش عايز القصة غير تخلص على كده، عايزه يفضل واقف على باب الاسم، ما تفكرليش في حل. الحالة التالتة، بتدور في جيوبك لقيت في جيبك 300 جنيه، وصاحبك عزيز عليك، معلش هتفرط في 300 هتديهم له كلهم عشان خاطري، معلش معلش، صاحبك عزيز عليك هتديله 300 جنيه كلهم، بس هو محتاج كفالة 100 بس. السؤال بقى، صاحبك يدفع الكفالة ويطلع ويفضل معاه فلوس كام؟ 200 جنيه، يعمل بيهم ايه بقى ال 200 جنيه دول؟ يركب تاكسي يروح بسرعة. يبقى هما 3 حالات، 10 اقل من 100 ما يخرجش، 100 على قد ال 100 يخرج بس يترزع قدامه بالاسم، 300 اكتر من 100 يخرج يا باشا ويفضل معاه فلوس زيادة ويركب تاكسي يروح بسرعة. تعال اتفضل معايا بقى، مين صاحبك اللي مرمي في الاسم؟ صاحبك الكترون محبوس جوه حديدة، محبوس جوه متل، ده الاسم، وانت رايح تخرجه، انت مين في الصورة؟ انت فوتون، انت نور، انت لمبة، وألاووس كمان. انت نور رايح تخرج الكترون من الحبس، بس صاحبك محتاج كفالة 100 جنيه. مين بقى ال 100 جنيه في القصة؟ كريتيكال فريكوينسي او الورك فانكشن، الكفالة ال 100 جنيه، الفلوس اللي محتاجها عشان يخرج. ممكن اسالكوا بقى، مين اللي حدد انه محتاج 100 جنيه؟ هل انت اللي قلت ان صاحبك محتاج 100 جنيه؟ ولا صاحبك هو اللي حدد الرقم 100 جنيه؟ ولا الضابط في الاسم هو اللي حدد الكفالة 100 جنيه؟ مين اللي حدد الكفالة؟ الضابط اللي في الاسم. الاسم هو اللي بيقول انا محتاج كام عشان الواد ده يخرج. فاللي بيحدد الورك فانكشن والكريتيكال فريكوانسي هو المتل. المتل هو اللي بيقول انا محتاج كام. كل متل بيحتاج لون، كل متل ليه الكفالة بتاعته. وتعالى اتفضل ناخد 3 حالات من الاول بقى. لو حضرتك دفعت لصاحبك 10 جنيه، اقل من 100 جنيه الكفالة اللي محددها الاسم، الضابط اللي في الاسم، انا اسف صاحبك مش هيخرج، انت بتتحبس معاه، انت ما بتخرجش اصلا. لو حضرتك رحت دفعت 100 جنيه على قد الكفالة اللي الاسم محتاجها، صاحبك يخرج بس معهوش فلوس يروح، يفضل واقف على باب الاسم، يفضل الالكترون واقف على السيرفس بتاع المتل. ولو اتكلمنا شويه فيزيكس دي ملهاش لازمه بالنسبه لي، يا فرحتي الكترون خرجته واقف على السيرفس، اعمل بيه انا ايه بقى؟ انا اصلا عايز امشي كهربا، انا اصلا عايز امشي الكترونز، فده ملوش اي لازمه بالنسبه لنا بصراحه. ده احلى واحد فيهم بقى. لو انت دفعت 300 جنيه اكتر من 100 جنيه الكفاله اللي محتاجها الاسم، ده يا باشا مش صاحبك يخرج، ده يخرج ويركب تاكسي يروح بسرعه، بيسموها كايناتك. كايناتك يعني حركه، معاه فلوس يتحرك، معاه فلوس يمشي.
فخلاصه الكلام، اللون فرق معايا في ايه؟ اللون فرق معايا ان الالكترون يخرج او لا؟ اللون فرق معايا ان الالكترون يخرج بسرعه او لا؟ فافتكروا يا جدعان بقى ان كلمه لون في المنهج اسمها فريكوانسي او انرجي، عشان بس لما باجي اذاكر كفيزيكس بلاقي كلمات مختلفه غير المستر بيقولها. كلمه لون اسمها الكلمه دي فريكوانسي او انرجي، بتفرق معايا في ايه؟ الالكترون يخرج بسرعه او لا. طب السؤال بقى التاني، الاضاءه تفرق في ايه؟ الاضاءه هي انتنستي، وانتنستي في المنهج تعني كميه تعني عدد. ممكن الناس تتفرج الاضاءه تفرق في ايه عشان ناخد كونكلوجن. اتفرج كده شوف لنا الاضاءه بتفرق في ايه. تعال ناخد واحد واحد، هات لي اول واحد كده، زود لي الاضاءه كده بعد اذنك. بتزود الفوتونز اللي طلع عدد، الفوتونز طلع من اللمبه، زود لي الاضاءه كده بعد اذنك. بتزود الفوتونز، ايوه. طب واخبار الالكترونز ايه؟ ولا حاجه. ده فاشل، ده فاشل، فاشل. بتضايقك كلمه فاشل؟ يا فاشل يا فاشل، ده فاشل ما بيعملش حاجه، ملوش اي 30 لازمه. لكن اللي بعده ده بقى فوتون بيطلع لك الكترون. كل ما تنزل فوتونز اكتر كل ما بتطلع عدد الكترونز اكتر. اصلي في معلومه عايزك تحفظها، ان كل فوتون بيطلع قصاده الكترون. جبت لي 2 فوتونز من لمبه، اطلع لك من الحديده 2 الكترونز، 3 يطلعوا 3. من الاخر كل واحد يا باشا يطلع صاحب من الاسم، 2 جايين هيطلعوا 2 صحابهم، 3 يطلعوا 3. فالإضاءة بتفرق في العدد، عدد الفوتونز تفرق في عدد الإلكترونز، الانتنستي بتفرق في الانتنستي، انتنستي بتاعت النور تفرق في الانتنستي بتاعت الكهرباء. خلاصة الكلام هما معلومتين هتذاكرهم، هما سطرين هيتذاكروا، لون وإضاءة. لون بيعمل ايه وإضاءة بتعمل ايه؟ لون بيفرق في السرعة، إضاءة بتفرق في العدد. بص بقى لما بتيجي تتكتب، لما بتيجي تتذاكر بتتكتب ازاي؟ صحصحولي قوي، بتتشاور ازاي؟ عشان الحتة دي لما بروح اذاكر ما بفهمش حاجة. بص انا هشاور ازاي؟ لون، لون، بص بشاور فين؟ بتفرق في السرعة. صاحبك معاه فلوس زيادة، انت اديته 300 جنيه صاحبك لسه معاه 200 جنيه، ده لون. الإضاءة بقى، الإضاءة بتفرق في العدد. يا جدعان هم سطرين هيتذكروا. لون اسمها frequency أو energy، بتفرق في السرعة اسمها velocity أو kinetic بتاعت الإلكترون. والإضاءة، إضاءة دي عدد فوتونز، فوتون، 2 فوتون، 3 فوتون، يسموها عدد، بتفرق في العدد، intensity او number او rate. كلمة rate يعني عدد، خلي بالكم، rate يعني معدل، كم الكترون، كم واحد. ادي كل اللي مطلوب منك يتذاكر في الفوتو الكتريك فيك او كفهم، هم السطرين دول كفهم. اسألكم بقى في الجراف ده، مستر ده جراف بين ايه وايه؟ عدد فوتونز وعدد الكترونز، اضاءة وكهرباء. ما خلي بالك عدد فوتونز ده يعني نور، اضاءة، وعدد الكترونز ده يعني كهرباء. هشرح واسألكوا ارسميه عشان انتوا اللي هتقولوا لي. كل ما اجيب فوتون يطلع لي واحد صاحبه الكترون، اجيب 2 فوتونز يطلعوا لي 2 صحابهم الكترونز، 3 يطلعوا 3. ارسمها ازاي؟ دايركت، واحد يطلع واحد، 2 يطلعوا 2، 3 يطلعوا 3. بس استنى، ده اللون الحلو، ده اللون البنفسجي الحلو اللي بيطلع الكترونز. اما بقى اللون الاحمر الفاشل، لو جبت فوتون يطلع لي كام الكترون؟ صفر. 2 فوتونز يطلعوا كام الكترون؟ صفر. 3 فوتونز يا باشا مفيش، ده فاشل.
الالكترونز اللي بتطلع صفر. ده فاشل ما بيطلعش الكترونز. فلما بتيجي ترسم الرسمه بترسمها ماشيه مع الصفر بس تثبت في دماغكم بس. فاللون الحلو دايركتلي واحد يطلع واحد، اللون الفاشل صفر ما بيطلعش حاجه. ادي يا سيدي الجرافات بتاعت الجزء ده. اخش بقى على القوانين. القانون اللي هنا هو هو يا جدعان قانون واحد بس بتذاكره، قانون واحد بتحلوا بيه المسائل. واسمع كده هقول لك القانون ازاي عشان تفضل فاكره. الكفالة 100 جنيه اللي اينشتاين سماها ورك فانكشن ومعرفش جاب منين الكلمة، كان نفسي يسميها كريتيكال انرجي والله كانت تبقى سهلة. وانت فوتون انت نور بتدفع 300 جنيه. والسؤال لما انت تدفع 300 والكفالة 100 يبقى صاحبك الالكترون يفضل معاه كام؟ 200 جنيه. اسمها كاينتك بقى، دي الفلوس اللي بتفضل معاه يطلع يجري. فالكاينتك انرجي الفلوس اللي فضلت مع الالكترون هو الايفوتون اللي انت رحت دفعتها ماينس الكفاله. فالقانون ده هو الوحيد اللي بتحلوا بيه المسائل، هو مفيش غيره خلاص، هو ده بس. ولكن مع الاسف الحلو ما يكملش. كل حرف في القانون ليه كذا شكل. استنى كده اسالك، اصل انا كتبتها من شويه، حد فاكر من شويه الكاينتيك انرجي كانت بتساوي ايه؟ هاف ام في سكويرد، وكانت بتساوي حاجه تانية اي في. حد فاكر الواد بلانك خد جايزه نوبل على ايه؟ ان الانرجي كانت بتساوي ايه؟ اتش في نيو. لا دي بتساوي حاجه كمان، اتش سي على لامدا. وده جا منين ده بقى ان شاء الله؟ هو انت مش فاكر اول قانون قلناه النهارده ان سي لامدا في نيو؟ تعرف من القانون ده تقول لي النيو لوحدها بتساوي ايه؟ تعرف دي لوحدها بتساوي ايه؟ سي على لامدا. فانا يا سيدي شلت النيو وحطيت مكانها سي على لامدا فطلع الشكل ده. شلت النيو وحطيت سي على لامدا، مش اكتر من كده. وهو هو هنا اللي كان نفس اينشتاين زي ما سمى دي كريتيكال فريكوانسي يسمي دي كريتيكال انرجي، والله كان هيبقى شكلهم حلو اي سي ونيو سي. وبرده اتش سي على لامدا سي اللي هي الكريتيكال. فالمفروض بصراحة هو القانون ده بس اللي بيتذاكر، ولكن كل حرف منهم مع الأسف ليه كذا شكل. بس عشان ما تتحيرش، كل مسائل الفوتو إلكتريك إفكت فكرة واحدة، كلهم فكرة واحدة. ما تيجي أقول لك الفكرة دي ونحفظها مع بعض وخلاص. أطلب من حضرتك أن أنت تبقى حافظ شوية أرقام مش بيديها لك في امتحان ثانوية عامة زي السي 3 times 10 power 8، زي ال H 6.625 times 10 power negative 34، زي ال E 1.6 times 10 power negative 19، زي الماس 9.1 times 10 power negative 31. وعشان ما تنسهمش عشان خاطري، عشان دول بطلوا يدولكم في امتحان ثانوية عامة، C H E M أول أربع حروف من كلمة chemistry. C-H-E-M أول أربع حروف من كلمة chemistry عشان ما تنسهمش. أنا عملت إيه هنا بقى؟ عملت لك عليهم علامات صح. الحاجات دي أنت عارفها، ما تقوليش أنا مش عارفها. هو في الامتحان بيديك given رقمين بس ويطلب منك أي حاجة تانية. كمثال من دماغي هدي لك مثلا الفيلوستي وهدي لك مثلا الويف لينث. بص اي حاجه عندي هعملك عليها علامه صح. انا هدي لك الفيلوستي كرقم كمثال، وهدي لك الويف لينث مثلا كرقم. حلو كده. تعال بقى نشوف نقدر نحسب ايه، عشان هو في الامتحان ممكن يطلب اي حاجه تانية. اتفضل معايا بقى، امسك القانون اللي بالاصفر. مش انا لو عندي الماس انا حافظ الرقم وهو مديني فيلوستي، بذمتك مش ممكن اجيب الكاينتيك انرجي؟ جبت الكاينتيك انرجي. طب يا باشا ما بتساوي اي في، طب ما انا اعوض واجيب الفي. فاقدر اقول لو انا عندي الكاينتيك انرجي اقدر اجيب الفولتج. الصفره دي تمام كده خلصت. خش في الازرق.
مش انت عندك الاتش والسي ارقام حافظها واللمضة هو مديها لك في السؤال؟ طب يا معلم ما اتش سي على لمضة دي اي فوتون، طب ما تحسب الاي فوتون. حسبت اي فوتون، طب ما تجيب الفريكوانسي. فالازرق كمان كله عرفته، مش فاضل غير الاسود ده بقى. مستر هنا بقى مش تعرف تحسب، مستر انت ولا عندك دي ولا عندك دي ولا عندك دي، كل ايكويشن فيها حاجه ناقصه. طب بص فوق كده بذمتك، مش عندك الفلوس اللي فضلت مع صاحبك 200 جنيه وعندك الفلوس اللي انت دفعتها 300 جنيه، يبقى بذمتك الكفاله كانت كام؟ 100. طب ما تقدر تحسب دي كده. حسبت الاي دبليو، باشا هات فريكونسي كريتيكال، هات لامدا كريتيكال، حسبت كل حاجه. فخلاصه الكلام في الامتحانات بيديك رقمين ويطلب اي حاجه من اللي فاضل، طبعا ما بيطلبش كله يعني. ادي يا سيدي افكار الفوتوالكتريك افكت، فاضل صفحه واحده جراف واحد وبعد كده نقعد نحل على الكلام ده عشان نصحصح شويه. ايه اللي فاضل بقى؟ الجراف اللي فاضل هو الجراف ده، جراف ما بين كاينتيك انرجي وما بين فريكوانسي. الجراف ده اترسم ازاي؟ ما اعرفش ومش عايز اعرف. الجراف ده اترسم ازاي؟ ما اعرفش ومش عايز اعرف. انا هذاكر بس ثلاث حاجات، نسمع بقى، هذاكر بس ثلاث حاجات. الانترسكشن مع اكس اكسس هي مين؟ الانترسكشن مع الواي اكسس هي مين؟ والسلوب مين؟ وجم منين؟ ما اعرفش ومش عايز اعرف. اول حاجه، مين الانترسكشن مع الاكس اكسس؟ الكريتيكال فريكوانسي. ليه دي الكريتيكال فريكوانسي؟ عشان دي الكفاله اللي لما حضرتك بتدفع اكتر من 100 جنيه لصاحبك 200 300 400 صاحبك بيفضل معاه فلوس يتحرك بيها. فدي الكريتيكال فريكوانسي، الكفاله. اما الانترسكشن بقى مع الواي اكسس، ولو انت واخد بالك هو في النيجاتيف تحت، ده الزيرو طبعا، فهو نيجاتيف اي دبليو، نيجاتيف الورك فانكشن. واخر واحده فيهم السلوب ايكوالز اتش بلانكس كونست. الثلاث حاجات دول جم منين؟ ما اعرفش ومش عايز اعرف. انا بس حافظ ثلاث حاجات، كريتيكال فريكوانسي، ورك فانكشن هي في النيجاتيف عشان تحت، والسلوب اتش. شكرا كده للفوتو الكتريك. هو ده القانون الوحيد اللي انت بتحل بيه المسائل كلها، وده الجراف اللي بتذاكره. كل الجزء اللي فاضل عبارة عن قوانين بس، شرح فيه قليل. على قد ما اقدر هحاول اشرح لكم القوانين عشان تثبت بس في دماغكم. بمعنى حاجة اسمها photon properties، اعتقد حلينا مسائل C equal lambda nu، اعتقد حلينا مسائل E H في nu. خد المفاجأة بقى اللي اينشتاين بيقدمها، الايكويشن دي E equal MC squared، دي الايكويشن اللي اينشتاين عملها وخد عليها جائزة نوبل. مالها يعني؟ بتقول ايه الايكويشن دي يعني عشان ياخد عليها جايزة؟ الايكويشن دي بتقول لك ان النور الفوتونز ليه ماس ليه وزن. لو حضرتك عايز توزن النور بالكيلو، هعوض يا باشا هنا اهو. والنبي يا جدعان خلوا الكلام يعدي على مخكم. انت متخيل اينشتاين بيعمل ايه؟ بيوزن النور، النور اللي طالع من اللمبه مش اللمبه نفسها، بيوزن النور اللي طالع من اللمبه بالكيلو. اسمع بقى يا سيدي، مش انت عارف من زمان ان اللون الاحمر عنده اقل فريكوانسي، اقل انرجي؟ اهو اقل انرجي دي اخف وزن، اخف لون في الالوان اللون الاحمر، واد خفيف كده واد رفيع. البنفسجي، مش البنفسجي ده كان عنده اعلى فريكوانسي اعلى انرجي؟ خد عندك بقى البنفسجي ده
أتخن لون في كل الألوان. فأينشتاين بيقول لكم إيه؟ إن الألوان ليها أوزان. الله على الكلام. إن كل لون ليه الوزن بتاعه. فالإيكويشن دي اللي أينشتاين قالها وخد عليها جائزة نوبل. ولو حضرتك في الثلاثة إيكويشنز دول اديتك جيفن رقم واحد بس، فكر معايا ممكن تحسب ايه. فكر معايا لو انا اديتك اللمضة وبس، ما اديتكش اي حاجه تانية، مش انت المفروض حافظ حرف السي؟ طب بذمتك لو عندك سي ولمضة ممكن تحسب ايه؟ ممكن احسب الفريكوينسي. حسبت الفريكوينسي باشا، مش الاتش رقم كونسنت ده كمان حافظه؟ طب ده انت ممكن تحسب الانرجي. حسبت الانرجي. طب والسي؟ هو كمان رقم كونسنت، ممكن تحسب الماس. انت متخيل؟ انت مستوعب ان لو انا اديتك رقم واحد بس تعرف تحسب كل حاجة؟ فالإكويشنز دي بتاعت الفوتون ادي لك رقم واحد تحسب كل حاجة. المعلومة اللي بعدها، عالم اسمه كومبتون عمل فكرة او اكتشف نظرية سماها كومبتون افكت. يا جدعان اغنى فوتونز عندنا هما الاكس والجاما ريز، اقصد ايه باغنى فوتونز؟ عندهم اعلى فريكوانسي، اعلى انرجي. الفوتون من دول ممكن يكون في جيبه 1000 انرجي. لما الالكترون صاحبه يكلمه في التليفون ويقول له الحقني يا عم ده انا مفلس، ده انا معيش فلوس ومرمي في الحبس، الفوتون بيديله حبه انرجي، بيديله حبه انرجي، بس الفوتون بيفضل موجود لسه معاه انرجي. يعني كمثال بس لو الناس تسيب موبايلاتها وتركز معايا، كمثال الكترون مفلس معهوش فلوس، زيرو انرجي، والفوتون ده غني يا جدعان معاه 1000 انرجي. لما الالكترون صاحبه يكلمه يقول له الحقني والنبي، يقول له يلا يا عم مش خساره فيك، خد 300 انرجي، بس الفوتون بيفضل معاه فلوس، بيفضل معاه 700 انرجي. ايه الفرق في الشرح ما بين كومبتون افكت وما بين الفوتو الكتريك افكت؟ الفوتو الكتريك افكت اللي هي الالوان، الفوتون على قده معاه في جيبه 300 انرجي، لما صاحبه الالكترون بيكلمه في التليفون بيقول له يا عم خد اللي معايا كله عشان تطلع من الاسم، بيطلع كل الانرجي اللي معاه يديها للالكترون. فالفوتو الكتريك افكت النور لما بيخبط في الالكترون بيختفي، النور كل الانرجي اللي معاه بتختفي بيديها كلها للالكترون. هنا لا بقى، الاكس ريز والجاما ريز اغنياء يا جدعان معهم انرجي كتير، لما بيقابلوا الالكترون بيقول له بقول لك ايه خد حبه وانا حبه، انا كده كده معايا فلوس كتير، انا كده كده معايا انرجي كتير، فبيدي للالكترون حبه وهو بيفضل معاه حبه. مستر مكتوب في الصوره اللي مرسومه كلمه سكاترد الكترون، سكاترد فوتون. ايه كلمه سكاترد دي؟ يعني ايه كلمه سكاترد؟ كلمة سكاترد يعني تشتت، يعني اتعوج يمين اتعوج شمال، خد فلوس وطلع يجري يا اخي، فالانرجي بتاعته زادت وتشتت شوية. واسألكوا بقى عشان في قوانين احنا كتبناها من شوية، اعتقد الناس فاكرة ان الانرجي بتاعة الفوتون اتش في نيو. اسأل بقى لما الانرجي بتاعة الفوتون قلت كان معاه 1000 بقى معاه 700، رأيكوا الاتش هي اللي تقل ولا الفريكونسي هي اللي تقل؟ الفريكوينسي اللي تقل والاتش كونستنت. اهو العالم اللي اسمه كومبتون قال زيكم بالظبط كده، اهو العالم اللي اسمه كومبتون قال فعلا ان الفريكوينسي ديكريزد. اما الناحيه الثانيه الكايناتيك انرجي بتاعه الالكترون هاف ام في سكويرد. اسالكم الالكترون كان مفلس بقى معاه 300، يعني الانرجي بتاعته زادت. السؤال الماس هي اللي تزيد ولا الفيلوستي هي اللي تزيد؟ الفيلوستي هي اللي تزيد، اصل وزن الالكترون يا جدعان كونستنت ما بيتغيرش، يعني الالكترون فيلوستي انكريزد بيطلع يجري. فخلاصه الكلام كومبتون قال ايه عشان ده انا الكلام انتوا لسه قايلينه؟ كومبتون قال ان الانرجي بتاعه الفوتون بتقل والفريكوانسي بتقل، الالكترون بياخد فلوس يطلع يجري، ياخد دلو في سنانه ويطلع يجري، الفيلوستي بتاعته بتزيد. ممكن بقى تسمعوني كده وتحاولوا الكلام يعدي على مخكم. كلمة الفوتون
الفريكونسي بتاعته بتقل. يعني لو هو كان اكس ريز، لو كان اكس ريز بعد ما قابل الالكترون صاحبه واداله حبه، ممكن ما يبقاش اكس ريز، ممكن الفريكونسي بتاعته تقل يبقى ايه؟ حد فاكر ايه اللي قال من اكس ريز؟ الترا فايلوت. ولو مثلا ده كان جاما ريز بعد ما يقابل الالكترون يديله حبه والفريكونسي بتاعته تقل، ممكن يبقى ايه؟ اكس ريز. فهنا يا جدعان ممكن الحاجه تتغير اصلا، لان بيديله حبه ويفضل مع حبه. في الفوتو الكتريك افكت ما كانش كده. في الفوتو الكتريك افكت بيديله كل الفلوس اللي معاه وبيخلص. يعني انا كنور بدي الالكترون كل الانرجي وانا بختفي، انا كنور ما بقاش موجود، لكن هنا بيديله حبه ويفضل معاه حبه. وكومبتون قال ان في لو اوف كونزرفيشن اوف انرجي. لو اوف كونزرفيشن اوف انرجي يعني الالكترون لو معاه انرجي صفر والفوتون معاه 1000 افتر كوليجن، ده ممكن يبقى معاه 300 وده معاه 700. والارقام دي خلي بالكم امثله، لو حد يحفظ الرقم ولا حاجه. ده بيفور فلوسهم مع بعض قد افتر فلوسهم مع بعض، يعني بيقسموا الفلوس على بعض، ده بياخد حبه وده بياخد حبه. مستر سؤال، هو لو الترا فايلت، ثانيه بقى، الترا فايلت تبع مين؟ تبع الفوتو الكتريك ولا تبع كومبتون؟ الترا فايلت تبع الفوتو الكتريك. الترا فايلت تبع اللي فات، كل الفلوس اللي في جيبه بيديها للالكترون، هو بيفلس بيختفي كفوتون بيختفي، اللي هنا بس اكس وجاما بس. كومبتون قال كمان ان مش الانرجي بيفور ايكوال افتر وبس، ده المومنتم بيفور ايكوالز المومنتم افتر. ايه؟ قال كمان ان المومنتم بيفور ايكوالز مومنتم افتر. مومنتم ايه ده؟ مين المومنتم ده؟ كلمة مومنتم السيمبل بتاعها بي ال، عشان مخوك يقتنع بيها، المومنتم هي الخبطة. لو حاجة خبطتك تموتك تعورك يحصل لك ايه؟ على حسب حاجتين، ماس وفيلاستي. لو الحاجة دي وزنها كبير، عربية، ممكن تموتني. لو الحاجة دي وزنها صغير، عجلة، مش تعمل فيها حاجة، ممكن تعورني. لو الحاجة دي سرعتها كبيرة، عربية ماشية بسرعات، موتني. لو الحاجة دي سرعتها صغيرة، خبطتها صغيرة ما تأثرش فيك. فكلمة مومنتم اعتبرها الخبطة، بتعتمد على الماس وعلى الفيلوستي. لو هنتكلم على المومنتم بتاع الإلكترون، ماس في فيلوستي بتوع الإلكترون. لو هنتكلم على المومنتم بتاع الفوتون، ماس في فيلوستي بتوع الفوتون. الناس اللي قاعدة اسألها ايه حرف السي ده؟ رقم كونستنت اللي هو ايه؟ سرعة النور، سرعة الفوتون. فالفي هنا هو كإلكترون، هنا بقى اسمه سي عشان فوتون، سرعة الفوتون. المفاجأة بقى، أول ما العالم اللي اسمه كومبتون قال كلمة مومنتم اوف فوتون، اتشتم من كل العلماء. كل العلماء هزقوه، قال عم انت هبل، هو انت مجنون ولا ايه؟ هو انت عايز تفهمني ان الفوتون يعني زي النور، يعني ليه ماس ليه وزن؟ محدش كان مصدقه. اصل ده كان اول عالم قبل اينشتاين، كان اول واحد يقول يا جدعان يا جدعان النور ليه وزن، محدش كان مصدقه، انت مجنون انت هبل. يجي بعده بكذا سنة اينشتاين، يقف كده اينشتاين يقول يا جماعة النور ليه وزن، برافو خد جايزة نوبل، وده يتشتم. ايه الفرق بينهم بقى؟ يعني ليه ده يتهزق والتاني يقولوا له برافو خد جايزة نوبل؟ التاني راح عمل قانون E equal MC squared، قدر يوزن النور. ده كان بيقول الفكرة، ما كانش لسه عارف يعمل قوانين، ده كان بس بيقول النظرية بتاعتها والفكرة. فلو اتسألنا في الامتحان هو كومبتون اتشتم على ايه؟ كان بيحاول يقول للناس ايه؟ كان بيحاول يثبت ان الفوتون زي الكورة بارتكل، حاجة ليها مومنتم، حاجة ليها ماس وفيلوستي، ان النور ليه وزن. احنا بنتسائل ازاي بقى في امتحان ثانوية عامة على الحتة دي؟ لما بيحب يسألنا في الامتحان بيفصفصها حتة حتة، بيمسك الفوتون، يمسك الالكترون، يسألك على كوانتيتي كوانتيتي ليهم حصل لها ايه، زادت ولا قلت. اتفضلوا بقى معايا عشان عايز اسمع صوتكم بقى. بالنسبة للفوتون، كان معاه 1000 جنيه، كان معاه 1000 انرجي، بقى معاه 700،
كده الانرجي بتاعته زادت ولا قلت. بالنسبه للالكترون كان مفلس ما كانش معاه فلوس، خد 300 انرجي كده الانرجي بتاعته زادت. بالنسبه للفريكوانسي القانون ده ايكوال اتش نيو، شغل مخك لما الانرجي تقل الفريكوانسي يحصل لها ايه؟ تقل. اما بالنسبه للالكترون ما عندناش في منهج الثانويه العامه قانون الفريكوانسي بتاعت الالكترون. لما ان شاء الله تدخل الجامعه في قانون، في قانون للفريكوانسي بتاعت الالكترون. احنا كمنهج ثانويه عامه ما عنديش قانون اهو يا مستر اهو. لا 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 لا، ده بتاع الفوتون بس، ده بتاع الفوتون ملوش علاقه بالالكترون، فما عنديش قانون افكر من خلاله. اما بالنسبه للماس، اينشتاين عمل قانون اي ايكوال ام سي سكويرد. فكر معايا لما الانرجي تقل الماس يحصل لها ايه؟ تقل. على فكره الفوتون بيخس شويه بعد ما بيفقد انرجي، وزنه بيقل شويه. اما الالكترون ملوش في الكلام ده، الالكترون وزنه ثابت، الماس بتاعته كونستنت، ده من الارقام اللي تتحفظ اصلا. بالنسبه للفيلاستي سرعه الفوتون ثابته، حرف السي ما بتتغيرش. اما الالكترون قانون كنت لسه كتبه ولسه سائلكم عليه، لما الانرجي بتاعه الالكترون بتزيد سرعته بيحصل لها ايه؟ بتزيد. يا باشا بياخد ال 300 جنيه وياخد دله في سنانه ويطلع يجري. بالنسبه للمومنتم بقى اتفضلوا فكروا، المومنتم ماس في فيلاستي، شوفوا الماس، شوفوا الفيلاستي حصل فيهم ايه عشان تعرفوا المومنتم حصل له ايه. شوفوا الماس، شوفوا الفيلاستي عشان تعرفوا المومنتم. ممكن اسمع منكم بقى، المومنتم زاد ولا قل؟ زاد ولا قل؟ قل. ليه؟ عشان الماس قلت. هنا المومنتم زاد ولا قل؟ زاد. ليه؟ عشان الفيلاستي زاد. ادي يا سيدي الاسئله اللي بيسال عليها في امتحان ثانويه عامه. المعلومه اللي بعدها حاجه اسمها لايت فورس. تعال اقنعكوا ان النور لما بينزل على جسمك، الحركه اللي عملتها لكم في اول الحصه، النور بيزقك، بس بصراحه النور مش بيقدر عليك. النور يقدر على حاجه تكون خفيفه شويه، تكون صغيره شويه. يعني لو جبت لك مثلا ورقه، النور يقدر يزق الورقه. لو شغلت النور ممكن تبص على الورقه بتتزق ازاي؟ لو بعدت النور الورقه هتقف، لو جبت النور الورقه تتزق تاني. وعشان ما حدش يقول لك اصل في التجربه حد عمال يهف من الجنب، باشا الورقه محطوطه في ازاز، يعني الهواء مش بيأثر عليها. فلازم تقنع مخك ان النور ليه وزن، ليه قوه، فورس بيزق اي حاجه من قدامه. ولو عايز لما تروح بيتكو تحسب قوه اللمبه اللي في البيت، باشا عوض اهو، قانون الفورس 2 بي اوفر سي، السي رقم انت عارفه، مين البي ده بقى؟ الباور بتاعت اللمبه. شوف في بيتكو بقى الكرتونه بتاعت اللمبه مكتوب عليها كام. لمبه 10 واط، لمبه 50 واط، لمبه 60 واط. يا باشا عوض، تحسب الفورس بتاعت اللمبه. وحته زياده كمان كده، power energy over time تقريبا خدناه في chapter 1. power w على t كان chapter 1، بس هنا كتبنا ايه؟ والانرجي دي بتاعت النور. بس لو فصفصناها حته حته ممكن اضربها في n عدد الفوتونز، وساعتها الاي تبقى الانرجي بتاعت الفوتون الواحد. يعني الانرجي بتاعت الفوتون الواحد فعددهم يجيب لك النور كله على بعض. المنهج عندكم بقى والحته اللي ملهاش اي 30 لازمه، قال لك بقول لك ايه، حاسس ان القانون ده صعب قوي على الطالب. يا عم صعب ايه، ده سهل، ده 3 حروف، اسهله له، ابسطها لك. قال لك انا هشيل الحرفين دول واحط حرف مكانه. والله يا باشا ما مستاهله، والله هي باينه. قال لك لا انا عايز اسهلها على الطالب، شال نمبر اوفر تايم وحط الحرف ده فاي، شال ان اوفر تي وحط الفاي. مين يا باشا الفاي؟ عدد فوتونز اوفر تايم. الناس اللي قاعده لازم تبقى عارفه ان كلمه ريت معناها اوفر تايم، عدد فوتونز في الثانيه الواحده، بيسموها ريت اوف فوتونز، معدل الفوتونز، مجرد بس قانونين بتحلوا بيهم في المسائل. المعلومه اللي بعدها
عالم اسمه ايه بقى؟ عالم اسمه دبرولي، مش برجلي، هو الجي سايلنت اصلا دبرولي. عمل ايه الراجل ده؟ عمل ايكويشن قال ان اللامدا الويف لينث اتش بلانكس كونستانت على المومنتم، والمومنتم ماس في فيلوسيتي. اسمع كده الراجل ده بيقول ايه. الراجل ده بيقول اي حاجه في الدنيا ليها ماس وفيلوسيتي، اي حاجه في الدنيا ليها وزن وسرعه، لما بتتحرك بتتحرك في شكل ويف، شكل موجه. اي حاجه كمثال، انت باشا هو انت مش ليك وزن؟ هو انت مش لما بتجري في الشارع بيكون ليك سرعه؟ الراجل ده بيقول عليك ان انت لما بتجري في الشارع بتجري بيكون ليك ويف، يعني انت بتجري في الشارع بتجري كده. الراجل ده بيقول عليك كده. بس لما طبقوا الكلام ده على البشر، علشان احنا يعتبر وزننا كبير كبشر، طلع الويف بتاعتنا صغيره زيرو. يعني انت تمام زي الفل يا باشا، انت بتجري عادي، الويف ما عندكش صفر. بس مين الحاجه بقى اللي يكون ليها ويف؟ لازم يكون وزنها صغير جدا، لازم حاجه تكون صغنطوطه خالص، عشان لما يكون وزنها صغير يكون ليها ويف كبيره فعلا فعلا تمشي كده. مين الحاجه دي بقى؟ مين الحاجه اللي وزنها صغير اللي بتمشي كده بقى؟ دبانه؟ ناموسه؟ لا خالص، الكترون وفوتون. احنا بندرس فيزيكس اصلا، مش علم حشرات، احنا الكترون وفوتون. فالعالم ده اكتشف ان الالكترون والفوتون عشان وزنهم صغير، الحاجتين دول لما بيتحركوا بيتحركوا في شكل ويف. مع العلم ان المفروض الناس اللي قاعده عارفه ان النور الفوتون اساسا لايت ويف، هي الايكويشن دي بس المفاجاه اللي قالت لنا ان الالكترون هو كمان بيتحرك في شكل ويف. يعني الالكترون مش حاجه ماشيه كده، لا هو بيقعد يمشي كده، هو طالع نازل كده. الكارثه بقى، هو في كارثه اكتر؟ ان الايكويشن دي لو تفتكر لما كنا بنحل مسائل، ان الايكويشن دي كانت موجوده في الاول، هنعمل ايه بقى؟ شيل حرف الفي وحط البلوه دي مكانه عشان يطلع القانون كده. وكمان القانون ده لما اتكتب، الكايناتيك انرجي كان من ضمن اشكالها اي في، فتقدر تشيل الفي دي وتحط البلوه دي مكانها عشان يطلع القانون كده. قابل بقى الصفحه البشعه دي، بص اللمضة بتساوي كم شكل. السنتين بس اللي فاتوا جاب ما يقرب من 6-7 اسئله، سنتين بس على الكلام ده، على الصفحه دي بس. السنتين اللي فاتوا جاب ما يقرب من 6-7 اسئله على دي، وهنشوفهم دلوقتي، على الصفحه دي بس، مش على الشابتر، على دي بس. واضح انها اتلخبط ورخمه، اسال الطالب عليها، هي ما دام حته غلسه نسال الطالب عليها. المعلومه اللي بعدها، دول اتنين اتومز في مسافه بينهم، دول اتنين اتومز في مسافه بينهم، دي ويف طويله دي ويف قصيره. اسال بقى، لو الويف دي اكبر من المسافه بين الاتومز، لو الويف دي كبيره والمسافه صغيره، هل الويف هتعرف تعدي؟ لا، تخبط وترجع، تخبط وترجع، بيحصل لها ريفلكشن. اما هنا لو الويف صغنطوطه، اصغر من المسافه او قدها، دي بقى الويف دي تعدي بالمنظر ده كده. كلمه تعدي في المنهج اسمها بينتريت. السؤال، انا مالي ومال الكلام ده؟ معناه ايه في حياتنا اصلا الكلام ده؟ سؤال ليكم، لو انا عامل ايديا كده، هل حضراتكم شايفين جوه ايديا؟ هل النور اللي طالع من اللمبه دخل جوه ايديا وانتوا شايفين جوه ايديا؟ الاجابه لا. لا ليه بقى؟ لا علشان اللي انت شايفه، لا عشان كده، عشان النور مش بيعرف يعدي بين الجلد بتاع ايديا، مش بيعرف يعدي بين الاتومز، النور يخبط ويرجع، يخبط ويرجع، فانت شايف ايديا بس انت مش شايف جوه ايديا. بس انا لو رحت للدكتور اشعه
وعملت ايديا كده، لو صلت أشعة إكس رايز على ايديا، لا ده هيرسم لي صورة العظم اللي جوه. ده الأشعة بتاعت إكس رايز يا جدعان وفص غنطوطة بتعرف تعدي من الجلد وترسم لك صورة العظم من جوه، عشان إكس رايز دي عندها فريكوينسي كبيرة، انرجي كبيرة، وفص غنطوطة بتعدي من الجلد. فالمعلومة دي بتقول إن النور بيخبط في ايدك ويرجع، انت مش شايف جوه ايدك، بس الاشعة بتاعت اكس رايز بتعدي من الجلد وترسم لك صورة العظم من جوه. واضحة؟ اخر معلومة، المايكروسكوب. المايكروسكوب اللي مرمي في المعامل في المدارس بيسموا المايكروسكوب ده الاوبتيكال مايكروسكوب. مايكروسكوب بيشتغل بالنور، بالضوء، بالأوبتكس. عارف الميكروسكوب ده بيشتغل ازاي؟ لو حضرتك معاك حاجة حطيتها تحت الميكروسكوب، النور بيخبط في الحاجة دي ويرجع، وهنا في الميكروسكوب ده جواه عدسات ازاز زي عدسات النظارة اللي انت لابسها. بتعمل ايه العدسات دي؟ تكبر الصورة، تكبر الصورة، فالحاجة اللي انت حطيتها هنا تشوفها بس على كبير. بس لازم النور يخبط في الحاجة دي ويرجع، لازم يخبط فيها، لازم الويف بتاعت النور تبقى أصغر من الحاجة اللي انت بتشوفها، من الدايمنشن بتاعت البادي. المشكلة ظهرت لما اكتشفوا حاجة اسمها الفيروس. كان حجم الفيروس الدايمنشنز الأبعاد بتاعته 1، والنور اللي احنا كبشر ربنا خلقنا بنشوفه أطول لون الاحمر طوله 700، واقصر لون البنفسجي طوله 400. خلي بالك الاحمر عشان فاشل عنده فريكوينسي صغيره فويف طويله، والبنفسجي العكس. المشكله بقى ان اللون البنفسجي وده اقصر حاجه احنا بنشوفها طولها 400، والفيروس اساسا واحد. فلما كنا بنحط الفيروس هنا مش شايفينه، النور مش عارف يخبط فيه، النور طويل جدا وهو حاجه صغيره جدا. قالك بقولك ايه بقى، سيبك من حوار النور ده بقى، بما ان احنا اكتشفنا ان الاختراع اللي اسمه الالكترون بيمشي في شكل ويف، ما نحاول نشتغل بالالكترون، نحاول نخلي الويف بتاعت الالكترون اصغر من 1. اشمعنى الرقم ده؟ اللي هو حجم الفيروس يعني، نحاول نخليها اصغر منه او حتى قده عشان تخبط فيه وتشوف. قالك ماشي، بس نتحكم فيها ازاي؟ ازاي اخلي الالكترون عنده ويف صغيره؟ قالك فاكر الواد اللي اسمه دبرولي؟ كان عمل قانون كده بيقول لامدا اتش على المومنتا، والمومنتا ماس في فيلاستي. ممكن اسال الناس اللي قاعده عشان تشغل مخها شويه لو في بواقي مخ موجوده، يعني لو انا عايز اصغر اللامدا هل اصغر الاتش؟ لا يا باشا، ده رقم كونست. طب بلاش ازود الماس، برضو رقم كونست. الحل الوحيد ايه؟ سرع، زود الفيلاستي. طيب لو فاكر القانون ده كمان، انا عايز اعمل ايه؟ عايز ازود الفيلوستي. سيبك من الماس وسيبك من ايه عشان بصراحة ارقام كونستانت، اعمل ايه في الفولتج عشان اسرع الالكترون؟ زود الفولتج. لما تزود الفولتج تزود الفيلوستي، لما تزود الفيلوستي تصغر الويف، تخلي الالكترون ويف صغنطوطة اصغر من الرقم ده، اصغر من الفيروس، يشوف الفيروس. السؤال، ازود الفولتج بتاع ايه؟ بتاع الانود. انود؟ ما هو الاختراع اللي اسمه الكترون مايكروسكوب نفس فكره الكاثود راي تيوب بتاعت شاشه التلفزيون، نفس الفكره. لو تفتكر في حاجه اسمها الكاثود بنسخنها بتطلع الكترونز، وهنا بيبقى في انود ورا انود ورا انود، سرع 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 الالكترون. عشان لما اسرع الالكترون وازود الفولتج بتاع الانود واسرعه قوي، الويف بتاعته تصغر فتبقى اصغر من الفيروس، يخبط في الفيروس ويجيب لك تفاصيله تقدر تشوفه. بس مع الاسف لما الالكترون بيخبط في الفيروس ويرجع وحضرتك تحط عينك تتفرج، تتعمي. نعم، تتعمي. هتعمي ليه؟ انت عارف انا بتكلم على ايه؟ انا بتكلم على الالكترون. الالكترون ده يعني كهربا. هو انت ينفع تكهرب عينك؟ يا عم هتتعمي يا دي النيله. طب ده انا ما صدقت يا عم، جبت لك الكترون وصغرت الويف بتاعته. اتصرف،
حاول تتفرج بطريقة تانية. أقول لك بدل ما تحط عينك زي شاشة التلفزيون أحطتها لك سكرين مدهونة مادة فلورسنت. حد فاكر لما إلكترون يخبط في الشاشة اللي مدهونة فلورسنت يحصل إيه؟ يطلع نور. بس اتفرج، أرسم لك شكل الفيروس على شاشة، اتفرج عليها براحتك. ففكرة الاختراع اللي اسمه إلكترون مايكروسكوب هو نفس شاشة التلفزيون، بسخن هنا في كاثود هنا يطلع الإلكترونز بسرعة، أنود ورا أنود يسرعوا وفي صغنطوطة يخبط في الفيروس ويرجع يخبط في شاشة التلفزيون، تتفرج براحتك جدا. وبيقولوا إن الاختراع اللي اسمه إلكترون مايكروسكوب ده عنده ريزولفينج باور كبيرة. يعني إيه ريزولفينج باور؟ قوة تحليل كبيرة. ويعني إيه إن شاء الله قوة تحليل؟ وأنا فهمتها بالعربي لما فهمها بالإنجليش، وأنا مش فهم دي أصلا يعني إيه. كلمة ريزولفينج باور يعني بتقدر تشوف تفاصيل الأوبجكت. يعني إيه أشوف تفاصيل الأوبجكت؟ يعني كل ما تعرف تصغر الويف قوي، الويف تقدر تخترق الفيروس ده وتخترق الأوبجكت ويجيب لك تفاصيله. فكل ما تصغر الويف كل ما تكبر قوة التحليل، تقدر تشوف الحاجة على صغير، تشوف التفاصيل. دي آخر حاجة عندكم في chapter 5. خلص chapter 5، تيجي بقى نحللنا شوية عشان نخلص.